عسلامة، مرحبا بكم في نقطة حوار لهذه الليلة، ونخصصها في الجزء الأول لعملية نبر الإرهابية اللي تمت مساء اليوم واللي كانت نتيجتها 4 شهداء من المؤسسة العسكرية، وهي طبعا مناسبة باش نترحموا على روح شهدائنا ونحييوا كل العسكريين اللي ضحيوا بدمهم من أجل هذا الوطن. قلت باش نخصصوا الجزء الأول من نقطة حوار لعملية أمنية تفاجأنا بها بين قوسين مساء هذا اليوم، والجزء الثاني باش نخصوه لمحاولة لتقييم الانتخابات التشريعية والاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة. يسعدنا بالحضور في نقطة حوار لهذه الليلة سيد خميس قسيلة القيادي في نداء تونس، أهلا وسهلا بك. سي جيلاني الهمامي ناطق رسمي باسم حزب العمال والقيادي بالجبهة الشعبية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سي نور الدين النيفر الخبير في منظومات الأمن، أهلا وسهلا بك. وسي زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، أهلا وسهلا بك. في البداية أكيد وأنه دائما في نقطة حوار نعد الموضوع مسبقا، ولكن أدخلنا تغييرات عفوا على موضوع الليلة، الحدث أمني في البلاد، وما نعتقدش أنه أي زميل من الزملاء يتمنى أنه يكون يقدم عملية إرهابية كيف هكا، ولكن دائما تضطرنا الأحداث إلى أن نكون موجودين في هذا المكان للحديث عن عملية إرهابية، للحديث عن شهداء جدد سواء من المؤسسة العسكرية أو من المؤسسة الأمنية. ولكن خلينا نقول بين قوسين أنه ليلة باش نحكيه على أبطال من المؤسسة العسكرية قدموا أرواحهم كما قلت فداء لهذا الوطن. نبدأ معك سي خميس قسيلة، عملية العشية شنو تقول عليها؟ أولا الله يرحمهم ونعزيه أهلهم، نعزيه المؤسسة العسكرية ونعزيه الشعب التونسي. كتب على تونس مع كل أسف أنها تعيش مع الإرهاب، مع هذه الظاهرة الخطيرة، مع هذا الغول منذ مدة، والأرجح أنه بدأ يستقر. نقول هذا باش نراو الحقيقة كما هي، وربما تتواصل العمليات، لكن شعبنا عنده زوز حاجات، عنده مؤسسات أمنية وعسكرية ظهرت قدرة وظهرت إصرار على أنها تكون في الصف الأول لحماية الوطن وحماية أمننا، وظهر لكونه شعب ذكي ما ترهبوش هذه العمليات وما تخوفوش. وإحنا في مثل هذا الظرف في أحوج الحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، وحدة وطنية حول مؤسساتنا الأمنية والعسكرية اللي يقدموا كل يوم تقريبا، ولا قريب تولي الأمور عادية. اليوم 4 من جنودنا وهناك جرحى يبدو، نعم، ثم جريح، حالة خطيرة جريح. نتمنوا لهم طبعا الشفاء، ثم إصابة منهم في حالة خطيرة، نتمنى لهم الشفاء، والآن تكون في ظرف نتاع حملة انتخابية واستحقاق انتخابي سبقتها عملية وادي الليل. وادي الليل نحييو كل يعني عناصر الجيش وعناصر الأمن، نترحموا على اللي توفى ونواسيو جرحى، احنا بجنب العائلات، لكن يلزمهم يفتخروا كذلك اللي تونس ماهيش لقمة سايغة في يد الإرهابيين، ولن تكون لقمة سايغة، والوطنيين سواء كانوا في عالم السياسة أو قوى المجتمع المدني ولا الإعلام وإلا كل أصدقاء تونس في الخارج، أنا اعتقادي أنه في حاجة إلى تعبئة كل معنا من أجل صد هالإرهاب، ومن أجل نلقاو الوقت إن شاء الله تم الانتخابات ويزمنا كذلك، احنا نصر باش ننجح المسار الانتخابي ونوصل لنهار الانتخابات 23 نوفمبر، ويمارس شعبنا إرادته، ونعطيه لتونس المؤسسات القارة والرجال والنساء القادرين على إعادة هيبة الدولة وإعادة يعني الاعتبار لأهل البلاد هذه وللشعب هذا. علاش؟ خاطر مهما كان عندنا جيش وعندنا أمن ونحيوه، لكن إذا كان ما سندتوش يعني القوى الشعبية وتجندت بجانبه، ما تنجم تتجند بجانبه إلا كيف ترجع الثقة في الدولة، ولا كيف ترجع الثقة في أهل الوطن، ويحسوا الناس اللي المعركة جماعية. أنا اعتقادي أنه إذا كان نجحنا المسار الانتخابي وتممنا نهاره
وفزع الشعب التونسي للمشاركة في الانتخابات يكون هذا أحسن رد للمحاولات الإرهابية الغادرة. نعم سي جيلاني، 4 شهداء جدد من العسكريين ينضافوا إلى قائمة شهدائنا من الأمنيين والعسكريين في عمليات إرهابية. صحيح، 4 شهداء جدد ينضافوا قافلة من الجرحى. بطبيعة الحال نضم صوتي الأخ ميس، نترحم على أرواح الشهداء، نعزيو عائلاتهم، نعزيو المؤسسة العسكرية الشعب التونسي، ونتمناو الشفاء العاجل للجرحى اللي وللأسف اليوم في نفس الوقت في القصرين حادث. نعم مشى ضحيته معناها 4 جرحى آخرين من المؤسسة العسكرية، وكأنه تشاء الظروف أن المؤسسة العسكرية اليوم تتبع حافلة على ما أعتقد، حافلة مع حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل، وكأن المؤسسة العسكرية مكتوب عليها المدة هذه أن هي تقدم التضحيات باسم الشعب التونسي في مواجهة الآفة هذه، آفة الإرهاب اللي ابتلات بها بلادنا، واللي آفة في الحقيقة ما جاتش من فراغ، آفة جات نتيجة اختيارات ونتيجة توجهات كانت هي اللي رعات وهي اللي شجعت وسهلت على أن الآفة هذه تتزرع في بلادنا وتروع شعبنا وتروع مؤسسة الأمن ومؤسسة الجيش الوطني. ولكن نعتقد أن العمليات هذه بالطريقة اللي جرت بها عملية غدر وعملية جبن تعكس عقلية المجموعات الإرهابية هذه اللي الاعتداء على حافلة تنقل معناها جنود وتنقل عائلاتهم خاصة وتنقل عائلاتهم، يعني عملية في منتهى الجبن وفي منتهى معناها التخلف، لأنه استهداف معناها عائلات بمثل هذه الطريقة معناها أي بطولة فيه أي بطولة فيه عدا روح الإجرام وعدا روح التشفي معناها من الشعب التونسي اللي أثبت مرة أخرى وأنه لا عملية وادي الليل قبل الانتخابات التشريعية تنجم توقف المسار الانتخابي في تونس وتنجم تزعزع أوضاع البلاد، ولا العملية هذه تنجم كيف كيف توقف الانتخابات الرئاسية القادمة وتزعزع أوضاع البلاد. وهي كانت متوقعة ومتوقعة لأنه سمعنا في أكثر من تصريح للسيد وزير الداخلية والسيد وزير الدفاع، وأنه الفترة هذه وقت اللي تونس معناها تحضر في الانتخابات أنه ممكن تكون مستهدفة بعمليات جدية، عمليات صحيح. إرهابية جدية. صحيح، ولكن الشعب التونسي أثبت معناها للجميع وفي صدارتهم المجموعات الإرهابية هذه وأنه الآفة هذه لن تمر في تونس ولن تفلح، ومآلها في النهاية مآلها الفشل. ولكن في الحقيقة إلى جانب صمود ومعناها بطولة الشعب التونسي، مطلوب أنه من الدولة أن تكون عندها خطة لمواجهة الإرهاب في تونس. وللأسف كان الحكومة الحالية كانت منذ بداية شهر فبراير نهار 2 ونهار 3 فبراير رئيس الحكومة الحالي سي مهدي جمعة كان استقبل قادة 26 حزب في تونس ووعد بعقد مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب، ولكن بقى معناها الوعد ذاك وعد معلق ثم تلاشى معناها مع مر الأيام رغم تصاعد العمليات الإرهابية في تونس. تونس الشعب التونسي إلى جانب بطولته وصموده ومعنوياته المرتفعة في حاجة إلى خطة وطنية لمقاومة هذه الإرهاب، خطة من صنع كل فعاليات المجتمع، وزارة الداخلية، وزارة نعم. الدفاع. طبعا من غير معناها أنا ما نحبش من غير ما ننساو الجهود اللي قاعدة تقوم بها المؤسستين الأمنية والعسكرية، وخاصة تأمينهم الناجح للعملية الانتخابية في 26 أكتوبر. يعني احنا نحكيو على خطة، لكن من غير ما نستثنيو الجهود اللي قاعدين يقوموا بها لمكافحة الإرهاب. لا رو التذكير بضرورة الخطة لا يعني أنه بالمقابرة نعم. ثم تقاعس معناها في المؤسسة الأمنية والعسكرية أبدا. المؤسسة الأمنية والعسكرية ما همش متقاعسين، قايمين نعم بدورهم مع أحسن الوجوه وقاعدين يقدموا في التضحيات، ولكن هذا المجهود ينبغي أن ينصهر في إطار خطة وطنية باش يعطي أكله ويعطي مفعوله. نعم. ما يلزمش البلاد تبقى تعيش على أجندة الإرهاب، يلزمها البلاد تعيش على أجندة وطنية تجتث جذور هذا الإرهاب من بلادنا. نعم قبل ما نجيك سي نور الدين باش نحكي أكثر على العملية هذه، سي زهير. شكرا. يعني هم 4 شهداء وتقريبا 11 جريح، يعني في البداية نترحم على الشهداء، نعزي أهلهم والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والتوانسة عموما.
طبعا هي عملية في اعتقادي خطيرة في توقيتها وخطيرة في أسلوبها. خطيرة في توقيتها باعتبار أن تونس تتأهب إلى الانتخابات الرئاسية، وعملية جاءت في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، وقد يكون أحد أهداف هذه العملية هو إفساد يعني العملية الانتخابية، كما صارت محاولات في السابق لإفساد العملية الديمقراطية برمتها في تونس. خطيرة في أسلوبها لأن العمل الإرهابي انتقل إلى نصب الكمائن، تعتقد أنها العملية الثانية تم بهذه الطريقة بعد عملية جندوبة. يعني تعودنا على عمليات تم في جبل الشعامبي في اغتيالات وغيرها، اليوم انتقل العمل الارهابي الى نصب الكمائن الى حافله، يعني تقول العسكريين واعتراض، وهذا خطير وخطير جدا. طبعا العمليه هذه كشفت اشياء عديده. اولا المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه قاموا بمجهود جبار وكبير جدا في انه امنوا انتخابات بدون اي قطره دم، وهذه يعني فخر لتونس وفخر للمؤسسة العسكرية وفخر للمؤسسة الأمنية. لأنه حتى في الديمقراطيات العريقة ساعة ساعة الانتخابات ما تمرش هكاك، خاصة في الظروف اللي تمر بها بلادنا، وهذه نقطة يعني تحسب للمؤسسة العسكرية في ظل تهديدات إرهابية. نعم، كما قلت قبيلة جدية، في ظل تهديدات احنا كنا من قبل كنا ننبه للموضوع هذايا، وكل الأطراف تقريبا كانت تنبه اللي فما أطراف لا تريد لتونس الخير، ثم أطراف تطلب رأس الثورة التونسية، ثم أطراف لا تريد للمسار الديمقراطي في تونس أن يرسي لبر الأمان، ثم أطراف لا تريد لهذه الانتخابات أن تعبر بتونس من منطقة الصعوبات اللي تمر بها إلى منطقة الاستقرار ومنطقة تحقيق أهداف الثورة. هذا أكيد المطلوب اليوم هو مجهود وطني إلى جانب من مجهود قوات الأمن، مجهود الجيش الوطني، إلى جانب الأحزاب السياسية، إلى جانب الحكومة، يلزم مجهود وطني للتصدي لهذه الظاهرة. وأعتقد احنا اليوم مطالبين أن نتقدموا شوية لقدام ونكشفوا على الذين يقفون وراء هذه العمليات، لأنه الخطير في بلادنا صارت عديد العمليات، صارت اغتيالات سياسية، صارت عمليات في الشعامبي إلى آخره، وإلى حد الآن ما زلنا ما تقدمناش في الكشف على الأطراف التي تقف وراء هذه العمليات، التي تمول، التي تفتي، التي توفر الدعم اللوجستي إلى آخره، لأنه عمليات هذه لا تقف وراها يعني مجموعة صغيرة هكذا نفذت عملية اليوم وذهبت. المسألة الأخرى اللي حبيت نشير لها ربما وانا نستمع عن بكر الأحد الإذاعات الخاصة، الوضع الرديء للمستشفيات في تونس. العملية هذه كشفت على وضع خطير تعاني منه الخارطة الصحية في تونس. أنا نبهت له شخصيا في بعد عملية القصرين، وتحدثت على الأوضاع اللي يعاني منها مستشفى القصرين، واليوم يعني ثم صيحات فزع حقيقية من مستشفى الكاف، عدم قدرة المستشفى على استيعاب الجرحى، عدم قدرة المستشفى على التعاطي مع العملية، يعني التعاطي مع الأوضاع متاع الجرحى، عدم قدرة مستشفياتنا الداخلية على التعاطي مع الوضع هذايا. واحنا نبهنا له من العمليه نتاع القصرين، وقلنا الحكومه مطالبه هو وضع المستشفيات. نعم، في الجهات الداخليه بشكل عام وخاصه في القصرين والكاف اللي من اكثر المناطق المهدده بالعمليات الارهابيه. هي خارطه صحيه فضيحه في تونس، لانه اكثر من 5 ملايين تونسي ما عندهمش مستشفى جامعي، ولكن على الاقل ونحن نواجه في الارهاب ثم المناطق الحدوديه هذه تكون على الاقل نوفرها للحد الادنى في المستشفيات نتاعها، حتى يستطيع الاطار الطبي وشبه الطبي والعاملين في الصحه في هالمستشفيات هذه باش تواجه الافه هذه. نحب نحيي كذلك اهالي الكاف اللي هبوا هبه كبيره بعد النداء اللي وجهوا مستشفى الكاف للتبرع بالدم، كانت هبه شعبيه كبيره. وعنا تصاور كان يسمحوا زملائي وانه نمروهم. يعني تعبر باش ننهي، تعبر على ان التوانسه بصوت واحد ضد الارهاب مهما اختلفنا. وهذوما كتوانسه حقيقيين سي زهير. نعم، نحب نحافظ على تونس، واحنا ديما نقولوا الوجود شرط التطور، هذه لازم الناس تحطها في روسها. اذا كان الناس تحب تلعب بالارهاب راهو لا قدر الله لو تمكن هذا الارهاب لا باش تبقى احزاب ولا باش تبقى حكومه ولا باش تبقى حد شيء، ولنا في بعض في جيراننا ولنا في بعض المناطق الاخرى، عبر لمن يريد ان يعتبر. نعم، شكرا لك سي نور الدين نايفر. اذا كان يحكي سي زهير العمليه الارهابيه اليوم شكل جديد من العمليات الإرهابية، شنو نجمو نقولوا عليها من حيث التخطيط لها، كيفاش تم مباغتة الحافلة هذه واستهدافهم، شنو نجمو نقولوا عليها العملية متاع اليوم؟ على مستوى التكتيكات، أولا هي عملية استهدفت حافلة لنقل الجنود. هذا يعني أنهم قاموا بالملاحظة بالمراقبة بضبط الوقت مدققا. هناك أيضا عنصر آخر هو أن عملياتهم تقع كل يوم أربعاء، شوفوا الأجندة دوما يوم الأربعاء هو الذي تقع فيهم. ثالثا أن الذين قاموا بإطلاق النار كانوا رماة مهرة، إذ أن عملية الإطلاق كانت نافذة جدا، جمعت بين عنصر التوجه مباشرة إلى الهدف
بالسرعه المطلوبه بالهجوم من النواحي كلها ثم فيما بعد الافلات. هذا يعني ان لما لا يقل عن 4 عناصر هم الذين قاموا بهذه العمليه مسنودين على الاقل ب8 عناصر. فاليوم لا اقل من 12 عنصرا. لكن ما هو هام وخطير جدا وهذا يجب ان يكون واضحا هو ان كل الخلايا الارهابيه في تونس اليوم نشطه. نعلم هذا من خلال اتصالاتها بالانترنت من مختلف المواقع التي تدخل فيها وتخرج ومن مختلف الحسابات عبر تويتر وفيسبوك إلى غير ذلك، فهي كلها نشطة. ليست فقط الخلايا التونسية نشطة، بل أن الخلايا في مصر نشطة وهي على علاقة بالخلايا التونسية، بل أيضا الخلايا الليبية كذلك، وحتى الخلايا المغربية وحتى الخلايا الجزائرية. اليوم في صلب في الجزائر وقعت عملية ضد قطار، في مصر نفس الشيء، والمغرب تتكتم عن هذه العمليات يومين، لكن في نفس السياق بنفس الأجندة. وعندما نلاحظ ما يسمى لافيلاتور إلكترونيك أي المتابعة الإلكترونية لهذه المؤسسات نجدها. يعني العمليات مربوطة بالوضع العربي والوضع الإقليمي بشكل بالوضع الإقليمي، لكن هناك تركيز على تونس. لماذا هذا التركيز على تونس؟ أربعة أسباب. السبب الأول هو أن هذه التنظيمات هي في الربع ساعة الأخير من نجاح العملية الانتخابية في تونس، وبالنسبة إليهم نجاح العملية الانتخابية في تونس هو النموذج الذي سيعمم عليه ليبيا، أي سيقضي على أكبر ملاذ إرهابي في إفريقيا وفي العالم اليوم الذي يوجد فيه سلاح بلا حدود. ثانيا أن هذه العملية التي قاموا بها ضد الجيش واضحة جدا، الجيش يقوم بمواجهتهم وهو الذي يحمي صناديق الاقتراع ويحملها ويؤمن ظهر الشرطة الوطنية والحرس الوطني اللذان يقومان الآن بالحراسة الشخصية لكل المترشحين الفضاءات العامة إلى غير ذلك. هذا يريدون تشويش هذه العملية وتوجيه هذه الجهات الأمنية التي تقوم بحماية العملية الانتخابية من مرشحين ومن حملاتهم، إلى لأن هدفهم هو اغتيال أحد المترشحين الرئاسيين لإيقاف العملية الانتخابية برمتها وفقا للقانون الانتخابي. يعني فما كما نقول أنا مخططات لاستهداف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية. نعم، ولإفشال المسار الانتخابي برمته. يتجلى هذا العمل عندما نقوم ما يسمى بتحليل المضمون، أي المراسلات والنقاش التي تقع بينهم وفي تحاليلهم، كيف يقرؤون القانون الانتخابي وما هي النواحي التي يتجادلون فيها ويفكرون فيها. ثالثا، اليوم في تونس هناك مشكل أساسي وكبير جدا، هو أننا بقدر ما يطول هذا المسار الانتقالي بقدر ما نصل إلى حافة الإرهاب، وبقدر ما نختصره نختصر العملية الإرهابية. رابعا وأخيرا وهذا الأخطر، أن اليوم يتبين أن الذين قاموا بالعملية الإرهابية لم يأتوا من الجبل نحو بل انطلقوا من المنطقة الكاف وجندوبة وما حولها ونبر ليقوموا بالهجوم على حافلة جيشنا الوطني. رحم الله أبطال جيشنا الوطني ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وعجل بتعافي جنودنا. هؤلاء لهم حاضنة اجتماعية في تلك المنطقة، لهم شبكات لها المال وتمولهم بالغذاء بالدواء بالشرائح الإلكترونية التي يتصلون بها فيما بينهم، لأن الشرائح باهظة جدا وهي تستعمل النبضات الإلكترونية بشكل سريع جدا لأنها تعمل بالإنترنت ODB تبواجي، دونك تستهلك تمتص كمية كبيرة. هذه الحاضنة الاجتماعية فهمت أن هناك تراخ لدى في هذه المرحلة، وهناك روح معنوية مرتفعة للجيش والشرطة الوطنية يريدون ضربها. اليوم علينا أن نفهم أن اليقظة الأمنية ليست على شهر، يقظة قبل الانتخابات، يوم الانتخابات، والأخطر بعد الانتخابات، ولن تستمر شهرا أو شهرين بل مع التحولات. أيضا لابد من جيشنا الوطني
وقوات الأمن الداخلي أن تكون على يقظة تامة وأن تتلقى على مستوى التكوين الأمني ذاته دروسا في اليقظة الأمنية. اليقظة الأمنية هي الإنترنت وهو الفضاء الاستعلاماتي والاستخباراتي، هم لهم استخبارات ولهم كتب يدونون فيها ويكتبون فيها كل التقنيات، يراقبون، يتبادلون الصور، يتبادلون المعلومات فيما بينهم. هناك خلايا تعشش فيما بيننا، لابد من تطوير المؤسسة الأمنية حتى تنظر في هذا السرطان المنتشر فيما بيننا وتقاومه. وهذا أمر يتطلب دولة مستقلة، وزارة داخلية لها عقيدة أمنية مؤسسة على الدستور، وزارة الدفاع الوطني تتقدم وتعلم أنها مسنودة من قبل الشعب ومن قبل المؤسسة الأمنية. فهمت من كلامك قبيلة سيد نور الدين وأنك قلت أن العملية الانتخابية في تونس مستهدفة من خلال هذه العمليات. يندرى العمليات اللي قامت بهم المؤسستين الأمنية والعسكرية قبل الانتخابات من اعتقالات، من أحباط عدة محاولات إرهابية، كانت وراء عملية اليوم أم أنه نجاح المؤسستين العسكرية والأمنية في ضمان انتخابات آمنة بلا عمليات كان هو وراء عملية اليوم وكأنه شكل انتقامي لإرباك طبعا المؤسستين؟ نعم، نكون واضح معك، يوميا هناك خلايا تفكك يوميا، يعني يقولوا يوميا يوميا. لو أننا نعود إلى وكالة الجمهورية سنرى نوعية المحاضر التي تنقل من وزارة الداخلية إلى النيابة العمومية يوميا، يوميا الحبل على الجراب. ما حدث في هذه الانتخابات هو أن الجيش وقوة الأمن الداخلي وضعت كل قوتها في تلك الأيام حتى لا تقع أي شائبة تفسد العرس الانتخابي. بعد ذلك إلياس كونابير اون فاز دو ريلاكساسيون اللي هي عادية بعد الإجهاد، في تلك المرحلة هم يتقنونها. أيضا الآن في التحضير لليوم الانتخابي هم يعلمون، وكل خطأ يرتكبه المترشحون في التساهل مع هؤلاء أو تركهم يتحركون إن ذلك يضر الوطن بشكل شنيع جدا، إنهم يتحصلون على النفس، على الأكسجين الذي يجعل معنوياتهم ترتفع هؤلاء الإرهابيين ويواجهوننا. الأخطر من هذا كله هو أننا اليوم في تونس عند مواجهة هذه العمليات الإرهابية حتى على مستوى القيادات السياسية والمترشحين ليست لهم الصورة الحقيقية والواقعية عن مدى خطورة هذا الظاهر. إنها حرب بأتم معنى الكلمة، وحرب أي قاتل ومقتول بكل الوسائل، لا رحمة فيها في كل فرصة. هم يتحينون الفرص، هم خلايا مستقلة تتحرك. أكيد أن الجيش الوطني ضربهم في مفصل في الشعامبي، أكيد أن قوات الأمن الداخلي في العملية الأخيرة لشباو، شباو كانت ستفسد العملية الانتخابية من رمتها. هم لهم ثلاثة سيناريوهات: التفجير برمانات لاجتماعات كبرى، القيام بسيارات مفخخة مما يروع الناس، والقيام بالأحزمة. هذه السيناريوهات اليوم هي سيناريوهات يومية تقوم بمقاومتها. أنا أقول للشعب التونسي لا تهب، لا تترهب، لا ترهبهم. هناك رجال، نحن مؤمنون ومسلمون، إذا حضرت الساعة حضرت، لن تتقدم ولن تتأخر، لكن مع ذلك يجب أن نعيش بكرامة في نطاق الوطن هذا. والمواطن التونسي يتحمل مسؤولية كبيرة عندما يرى الحاضنات الاجتماعية للإرهاب وهذه الشبكات ولا يعلم عنها الأمن. نعم. هذه ترتقي إلى مستوى الخيانة، أي أنه غدر. هؤلاء يغدرون بجيشنا، وهناك بسلبيته، بعدم إعلامه، باستهانته في أنه حتى لمجرد الشك، حتى لمجرد الشك، لأنه يكب إدار وإلا يشوف معناتها سيارة تجي في الليل وتهبط ناس إلى غير ذلك، ولا يشوف ناس ونمط حياتهم تغير إلى غير ذلك دون أن يعمل الجيش، ترتقي هذه العملية إلى خيانة الوطن. نعم. والشعب التونسي يحب الحياة ويحب وطنه. نعم، شكرا لك. نطمن على صحة جرحانا من العسكريين. معنا عبر الهاتف سيد جلال الرحالي مدير المستشفى الجهوي بالكاف. سيد جلال، الو، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اذا المستشفى الجهوي بالكاف استقبل عدد من الجرحى، لو كان تعطينا فكره حالتهم الصحيه توا كيفاش، وكيفاش تمت عمليه الاحاطه بهم؟
بارك الله فيك. على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف ظهر اليوم حافلة تابعة لوزارة الدفاع الوطني على الطريق الرابطة بين مدينتي النبر والكاف، كانت الحصيلة على النحو التالي: استشهاد 3 أفراد من الجيش الوطني، وبالمناسبة هذه نترحموا عليهم ونتقدموا بأحر التعازي لأهاليهم وذويهم. نعم سي جلال، خلينا نوضحوا، 3 أفراد استشهدوا اللي وصلوا لكم أنتم المستشفى الكاف، ولكن فما شهيد آخر عسكري آخر في جندوبة، مستشفى جندوبة، يعني الحصيلة 4 شهداء من العسكريين. نعم 12 إصابة متفاوتة الخطورة تم التكفل بهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم وإجراء عمليات جراحية للبعض منهم. وتمت إحالة أغلبهم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. فما إصابة خطيرة على ما يبدو. فما بعض الإصابات الخطيرة. قديش من حالة إصابتها خطيرة؟ قديش؟ تقريبا فما زوز خضعوا لعملية جراحية بمستشفى الجهة وبالكيف، وتم بعد استكمال العملية الجراحية تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. إيه توا حالتهم الآن هي حالتهم خطيرة أم استقرت الحالة؟ استقرت حالتهم وتم تسخير سيارة إسعاف من صنف آ لنقلهم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. فما جريح آخر تم نقله بواسطة طائرة عمودية. والبقية تم معناتها حالات طفيفة ماهيش حالات خطيرة، وفما البعض منهم أسعف وغادر المستشفى إلى منزله. نعم سي جلال، كان يحكي سي زهير معنا في البلاتو، قال وأن المستشفيات مثل هذه الحوادث ظهر حقيقة التجهيزات المنقوصة بين قوسين في المستشفيات، ظهر حقيقة مستشفياتنا. كيفاش معناها في مستشفى جهوي كيفاش نجمتوا تتعاملوا مع الوضع هذا؟ وسمعنا وأنكم عملتوا نداء للمواطنين باش يتبرعوا بالدم، كيفاش نجمتوا تتعاملوا مع الوضع هذا اليوم؟ والله بكل صدق هو كانت الهبة كبيرة برشا من طرف المواطنين، من طرف أطباء القطاع الخاص، من طرف أطباء المستشفى أعوان المستشفى، حتى اللي موش يخدم معناتها لبى النداء وجاء، وكانت ظروف الإحاطة بهم مقبولة جدا. وبالنسبة للنداء اللي تحكي عليه نتاع الدم، احنا ما واجهناش حتى نداء بكل صدق، لأنه الدم متوفر في المخبر نتاعنا. لكن كانت معناتها الإقبال كبير برشا، وأخذنا ما يقارب 100 متبرع معناتها عينة نتاع دم، ومعناتها الكفاية نتاعنا خديناها، ما فماش إشكال معناتها من ناحية الدم. نعم نعم، إذا الوضع الآن جيد بالنسبة للجرحى اللي مازالوا عندكم في المستشفى، أو كلهم تم نقل المستشفيات؟ هو حاليا ما بقاش حتى جريح في مستشفى الكيف، كله تمت إحالتهم إلى المستشفى العسكري بعد استقرار حالتهم الصحية وإجراء العمليات للبعض منهم. تمت إحالتهم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. نعم شكرا لك سي جلال الرحالي مدير مستشفى الجهوي بالكيف. سي خميس قال كلمة حلوة سي جلال، قال للناس معناها اللي ما يخدموش جاوا يخدموا الأطباء نتاع القطاع الخاص، انضموا للمستشفيات، هذومك في نهاية الأمر التوانسة اللي مع كل عملية مع كل حاجة ممكن تسيء التونسي كيف وتلقاه هو الأول، هو اللي دافع، هو اللي يعطي من دمه. هذا شرفنا، يعني التوانسة في هذا يفتخروا الحقيقة. وشعب متضامن وما يستناش لا ظفار الدولة ولا ناس عندهم روح المواطنة، ناس يعتبروا روحهم شركاء في هذا الوطن، وهذا الشيء يفرح المؤسسة العسكرية نتاعنا والمؤسسة الأمنية اللي فما ثقة مطلقة فيها، فما تضامن بلا حساب، وفما وعي زادا من المواطن بخطورة هذه الظاهرة على حياته وعلى الوطن. والتوانسة فهموا اللي موضوع الإرهاب موضوع فرض عين على كل تونسية وتونسي، اللي يحملوا السلاح بيحميه في البلاد سواء من قوات أمن الداخلي أو جيشنا الوطني، هما في الصف الأمامي، هما يقوموا بواجب، ولازم باش نعرفوا، لأن الأمور ما تتعالج في السخانة، الأمور هذه تتطلب في الحال التضامن ولا غير التضامن، لكن كذلك على السياسيين وعلى العقلاء في هذه البلاد والناس المسؤولة واللي يعطاها الشعب حظ التسيير وحظ الإشراف على حظوظ دولة. أنا موافق سي جلالي، ولو مش كل شيء نقولوه بالمناسبة، والناس ما زالت تبكي يعني جرحاها والمتوفين متاعهم، لكن وقت اللي نقوله يلزم خطة شاملة في الأمر هذا، وكتشوف خطة شاملة
تقتضي أول ما تقتضي هات باش يظلوا مشاهديك ومشاهداتك يعرفوا المعنى انت هذا. وقت اللي تلقانا يلزمنا نرفعوا من جاهزية وتجهيزات المؤسسات الأمنية والعسكرية ما يكفيش هذا، لابد أنه التدريب يصبح موجه الحاجة متاع الموضوع الاستعلاماتي والمخابراتي في العالم الإلكتروني وفي عالم الشبكات، لابد أنه تقع فيه استثمارات كبرى. يعني وقت اللي نقوله خطة معناتها نقوله إمكانيات بشرية، نقوله اختيارات، نقوله أولويات، نقوله تجنيد للإمكانيات الوطنية، لكن كذلك تجنيد لمن يعطف لتونس من أشقائنا وأصدقائنا. وكذلك الخطة الوطنية تقول في عنوانها الأول أنه موضوع الإرهاب موضوع إقليمي وموضوع دولي. تونس هذه اللي كنا قبل يعني 50 سنة وثلاثين سنة وعشرين سنة نعتبرها هي في المتوسط وتعانق الشمال، اليوم في الوضع الجيوستراتيجي بتاع بلادنا هي بلاد عند معاهد الدراسات في العالم وعند الاستراتيجيين الدوليين وعند القوى العظمى تعتبر في الساحل والصحراء. يعني احنا مشاكلنا الان تشاد والنيجر والجزائر وليبيا يعني معناتها في هذه الاوضاع تلقى سلاح جاينا من الغادي وتلقى الناس القتله معناتها يتحركوا ويتدربوا الى اخره، الى جانب ما كشفوا الخبير اخونا سي نور الدين النيفر اللي عملية الإرهابيين الآن يتحركوا يفرفتوا يحبوا يكسروا المسار ويهيئوا إلى عمليات تنهي المسار. ما يخفاش اللي زعماء وطنيين اليوم مستهدفين محطوطين في البرنامج نتاع الإرهابيين. على كل الهبة اللي نشوفوا فيها المواطنين تعطينا لكلنا تلقلنا درس وتحللنا عينينا على التوانسة قداش محلاهم وقداش موجودين معناتها بعفويتهم يعني الروح التضامنية الأصيلة اللي عندهم، وهذا شيء هني. هذا اللي يفجحهم راه أكثر من ايش عنده الجيش من سلاح ومن إمكانيات. نعم. يفجحهم وقت اللي نساء وشباب وكفاءات والطب والأذكياء والنشطاء في تلك الجهة يفزعوا يبدأوا يتلفنوا لبعضهم ويقولوا الموضوع يعنينا. نعم. ولن يمروا الموضوع مش كلام، هما يكونوا الحصن الحصين للأمن متاع وطننا وأمن مواطنينا. نعم. قبل ما نواصل معكم ضيوف الكرام خلينا نشوف أكثر تفاصيل على العملية هذه مع حضرة المقدم بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع. حضرة المقدم أهلا وسهلا بك. أهلا بك وبضيوفك وبالسادة المشاهدين. طيب في البداية تعازينا طبعا للمؤسسة العسكرية ولعائلات ضحايا العسكريين الأربعة اللي استشهدوا مساء اليوم في عملية نبر الإرهابية، وتمنيتنا بالشفاء العاجل لبقية الجرحى. حضرة المقدم شنو التفاصيل اللي ممكن نعرفوها على العملية هذه؟ هو كما سبق وذكرت اليوم في نشرة الأنباء أنه الحافلة هذه اللي تم استهدافها في الأصل معدة لنقل العسكريين وعائلاتهم في الرحلة اللي كانت مخصصة بين الكيف وجندوبة كان فيها عسكريين فقط في أزياء مدنية متحصلين على رخص وهما اللي تم استهدافهم في نهاية الأمر. فما نقطة اللي شفتها في الواد ممكن أنا ما وضحتهاش في الأخبار حتى كي توجهت لي الملاحظة أنا ما فهمتش السؤال اللي هي وفيما يخص العنصر اللي رد كي نقصد عنصر معناتها المقصود به بالفرنسي إليمون موش عنصر يعني فرد اللي قام برد الفعل. ولذلك أنا قلت معناها ما عطيتش العدد وقت اللي جاوبت هو عنصر إليمون أرمي يعني ثم عنصر مسلح تابع طاقم الحافلة موجود غاديك هو قام برد الفعل وقت اللي حاولوا مجموعة من العناصر الإرهابية هذه الاقتراب من الحافلة ومحاولة قتل الركاب نتاعها. لأنه ردة الفعل نتاع العناصرنا المسلحة اللي موجودة في الحافلة هي منعتهم من القيام بالعملية نتاعهم وأجبرتهم على الانسحاب في اتجاه المكان الجوي. يعني صار تبادل لإطلاق النار بين الطرفين؟ اي نعم صار تبادل اطلاق النار وقت اللي حاولت عناصر منهم الاقتراب من الحافله.
لكن في العملية الأولى وقت فتح النار بالطبع هي عملية مفاجئة وجات في المنعرجات في الوقت ذاك ما كانش فما تبادل إطلاق النار إلا وقت اللي حاولت عناصر منهم لاقتراب الحافلة تم رد الفعل في الأبان من العنصر المسلح اللي موجود لتأمين الحافلة. طيب حضرة المقدم قديش عدد العسكريين اللي كانوا موجودين في الحافلة وقديش تتوقع المجموعة اللي هاجمتهم؟ لأنه سي نور الدين نايفر قال المجموعة تنجمش تقل على 12 شخص المهاجمة. بالنسبة للعناصر اللي كانت موجودة في الحافلة هو كما قلنا عنا الأربعة شهداء متاعنا اللي استشهدوا في العملية 11 جرحى واللي بالمناسبة الحالة متاعهم مستقرة واللي كان في مرحلة الخطر الحمد لله تعداها وكان فما ثلاثة عناصر أخرى منهم شكون اللي معناتها رد الفعل هما في حالة معناها جيدة وما تمتش إصابتهم. يعني 18 عسكري كانوا في الحفلة هذه. قديش تتوقع أنه المجموعة اللي هاجمتهم قديش تتوقع أنه يكون عددها حسب طبعا المعطيات الأولية؟ شوف هو في الأصل ما هوش توقع على كل احنا نجم نقولوا تقريبا عنا العدد لكن تحفظوا به لأنه فما عمليات مازالت متواصلة. على كل سنايفر ما هوش بعيد في العدد نتاعه معناها نجم نقول لي هو قريب من العدد اللي شارك في العمل قريب من 12 شخص 12 تقريبا إرهابي. تقريبا معناها ماهوش بعيد مش هذا العدد لكن قريب من هذا العدد. نعم نعم نعم, نعم. سي نايفر قال ايضا وانه العمليه هذه تمت بعد ملاحظه ومراقبه وضبط الوقت يعني كان مخطط لها بشكل جيد. شوف بويز بنفهم وراو الحرب على الارهاب ما فيهاش الكونسيبت زيرو مور يعني صفر قتلى مش موجود. انت تحارب في ارهاب, ارهاب الهدف نتاعو كونه يقضي على العسكريين والامنيين في مرحله ثانيه يتعدى للمدنيين باش يستهدف الدوله ويتمكن من وضع المخططات نتاعو. في المده الاخيره احنا كثفنا من العمليات نتاعنا وتم استهدافنا سواء كان بوضع الغام والا استهداف مباشر برمايات وكانت عناصر نتاعنا المسلحه اللي تقوم بعمليه تمشيط ولا بتعقب العناصر هذه في حاله يقظه وتاهب وتمكنت من رد الفعل. العمليه استهداف لانهم هما لازم نفهموا اللي في الوقت الحالي العناصر العسكريه والامنيه بالعمليات الاستباقيه اللي قاموا بها افشلوا مخططاتهم في استهداف العمليه الانتخابيه. بطبيعه الحال كرد فعل يلوجوا على عملية يقوموا بها اللي تحدث الضجة. العملية هذه اللي استهدفت العناصر المسلحة نتاعنا تم إفشالها بطبيعة الحال. شافوا حافلة اللي هي تقل عسكريين ومدنيين والأفراد اللي فيها يعني في زي مدني وماهمش مسلحين ما عدا العنصر اللي كما قلت أنا مسلح واللي هما ما عندهمش علم به. هذاك معناها التوجه نتاعهم يعملوا عملية تعمل ضجة من ترجع لهم المعنويات نتاعهم وممكن هما كانوا يظنوا كونوا شيء ذايا باش يحط من المعنويات نتاعنا شيء ناكدوا كونوا معنوياتنا مرتفعه. كنت قلت في نشره الاخبار كونوا بالنسبه للعسكريين العقيده نتاعنا هو شرف العسكري كونه يستشهد في سبيل الدفاع عن حرمه الوطن نتاعو. ماناش خايفين من العمليات الارهابيه مازلنا مواصلين ومكثفين وان شاء الله ننفوا بلادنا من الناس اللي تحاول تمس من الامن نتاعها ومن استقرارها. نعم حضرة المقدم عمليات تعقب هذه العناصر الارهابيه ما زالت اكيد متواصله في المكان. طبعا هي متواصله وما وفاتش هي عندها مده من اللي بدات وما وفاتش ومش مشتوفه الا بالقضاء على العناصر هذه. احنا بعد العمليات الاخرى اللي استهدفت عناصرنا كما تعرفوا معناها خيرنا نردوا بالفعل ومعناها حققنا نتائج فما اللي اعلنا عليها وفما اللي ما اعلناش عليها وفما اللي هي بصدد الانجاز. العمليه هذه راهو يلزمها نفس طويل. مقاومه الارهاب راهو يلزم تضافر كل جهود, يلزم تفاهم الناس الكل. العمل اللي نقوموا به ماهوش سهل, راهو يتطلب صبر, يتطلب حيطه, ويتطلب كما قلت تضافر جهود الناس الكل من المواطن عفوا للصحافة للأمن للدفاع. هذا من كل الناس تشترك من أجل أنه نحقق الأمن لبلادنا.
عنصر وحده راهو ماهوش كافي. ما ينجمش الامن والا الجيش وحده يقضي على عناصر ارهابيه في ظل تواجد حاضنه شعبيه لهم. اذا كان يتوجد حاضنه شعبيه للناس هذوما راهو تصعب العمليه. لذلك احنا في المده الاخيره حققنا نجاحات بفضل تضافر الجهود هذيا. المواطن ساهم بدوره في اعطاء المعلومه ومكننا من تحقيق نجاحات. الخطاب الاعلامي تغير ولا اكثر تفاهم ولا التوجه نتاعو كونه رفع معنويات وتوعيه المواطن ومكونات المجتمع المدني باهميه شيء اللي قوموا به وبخطوره المخططات الارهابيه. هذه الكل كما قلنا تضافر جهود. العمل نتاعنا متواصل. نعم. نأكدوا كونه الجهود نتاعنا اليوم غدوه بعد غدوه راهي باش تعطي اكلها. نعم. اليوم غدوه بعد غدوه تونس باش تبقى للتونسيين ولا مكان للارهاب فيها. نعم. شكرا لك حضره المقدم بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزاره الدفاع، ومن خلالك انت طبعا نترحم على روح شهدائنا هيكل الجماعي عارف اول، زهير كحلي رقيب اول، الياس المازني رقيب، وامين الشيرني الجندي، ونتمنى الشفاء العاجل لبقيه العسكريين الجرحى في هذه العمليه. شكرا لك. وطبعا مكافحه الارهاب هو مش من مشمولات المؤسسه الامنيه والعسكريه فقط، هو امر يعني كل التونسيين. سجلاني الهمامي كنت تسمع في حضرة المقدم كيفاش كان يحكي على العملية هذه. الإرهاب ما هوش يستهدف كان العسكريين والأمنيين، هو يهددنا في ديارنا الكل، الناس الكل. طبعا هو الإرهاب موجه لتونس وموجه للشعب التونسي بالأساس. المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية هي يعني الواجهة اللي يصطدم بها معناها في بداية معناها مسار زعزعة أوضاع البلاد. لكن المستهدف في الاخر كما قال سي نور الدين في الاخر شنو يحبوا هما؟ في الاخر يحبوا تونس تخضع لنظام جديد، نظام يقوم على معناها قضاء المبرم على كل مكتسبات تونس، ادخال تونس في منظومه جديده. نعرف بلدان اخرى عاشتها وش كانت معناها النتائج. هل تعتقد وانه لقاعده اللي قاعد يحقق فيه تنظيم الدوله الاسلاميه بين قوسين، ما نقولش انا انتصارات او التقدم اللي قاعد يحقق فيه في كل من العراق وفي بعض المناطق في سوريا والارباك اللي صاير توا في ليبيا، هل تعطي وانه يعطيهم شحنه اخرى معنويه باش انهم يتقدموا في تونس؟ والله تو كان واضح تو سي نور الدين اللي مخطط دولي واقليمي، ونعتقد انه راها مؤسسات وراها دول اللي غضت هذه الظاهره واللي جاي في اطار استراتيجي عامه لتفكيك المنطقه العربيه والحفاظ عليها في اوضاع الرهنه دائما وابدا، وفي الحقيقه للقضاء على مكتسبات الثورات والانتفاضات اللي جرت في بلدان العربيه. بالطبع هما ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق من شأنه أنه يشجع هذه المجموعات وأنه يخلق لها فضاءات للتحرك، على الأقل ينمي عندها الأمل في أنها تنسج على منواله. ولكن أعتقد أن في تونس قاعدة تصطدم بما يعاكس تماما الأهداف نتاعها. احنا في تونس تلاحظ اللي كما قال سي نور الدين توا العمليات هذه التوقيت نتاعها هو لمحاولة تكسير المسار اللي مشات فيه، المسار السياسي اللي مشات فيه تونس، واللي المحاولات كان متكررة، ولكن في كل مرة المحاولات نتاعهم تفشل. وتونس المخطط السياسي العام اللي ماشي فيه البلاد إلى حد الآن ما وقعش معناها إمكانية معناها الإدخال عليه الاضطراب. هذاك علاش هما عملوا اختيار هذا التوقيت بالذات. بالضبط بالضبط. يعني فترة تحضير الانتخابات الرئاسية. المقدم توا قال كلام باهي، حاجة معناها ترفع المعنويات للشعب التونسي وللمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، هو أنه هناك تصميم في المؤسسة العسكرية التونسية على مواجهة هذه الظاهرة، والمعنويات معنويات مرتفعة، والشعب التونسي باللي نشوفوه اليوم وقع في الكاف واللي وقع معناها في عمليات اخرى سابقه سواء في جندوبه او في القصرين في شعامبي، اثبت ان معنويات الشعب التونسي ما تمستش من هذه العمليات، بل بالعكس النتائج كانت نتائج عكسيه، انها زادت شحنه الشعب التونسي اكثر ضد معناها الخطر هذا، ضد خطر الارهاب. وانا اعتقد انه المخطط الدولي خطير وخبيث، ولكن اعتقد انه ممكن بالنقاط الفشل الاولى نتاعو هي تونس.
نجح في ليبيا، حول ليبيا إلى معناها مقبرة، إلى معناها حالة معناها نتاع فوضى معناها مرعبة، حول سوريا إلى معناها حالة نتاع اقتتال معناها من أشنع ما يكون معناها في تاريخ البشرية، ولكن في تونس معناها إلى حد الآن قاعدة هذه المجموعات محاصرة في الجبال تعيش كالفئران. صحيح ثم اختر نتاع نوع من الحاضنة الاجتماعية الموجودة على أطراف هذه المناطق، ولكن أعتقد أنه حتى الحاضنة هذه قاعدة تتفكك بشوية بشوية. المطلوب هو أنه الشعب التونسي ومطلوب من المؤسسة الأمنية والعسكرية هو المضي قدما أكثر بخطى أثبت في تفكيك هذه الحاضنة. نعم. ونحن بطبيعة الحال هذه جهد الجميع، منظمات، جمعيات، أحزاب، مواطنين، ونحن نحب نقول للمنظمة، للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية نشدوا على يديهم، ولن ندخر أي جهد في دعم هذا العمل من أجل تقويض هالأسس هالخطر هذايا وتفكيك الحاضنة هذه اللي تشكلت إلى حد ما. نعم. وفي الحقيقة يلزم ننتبهوا اللي الحاضنة هذه يلزمها تتفكك في المناطق المحيطة بمعناها المجال العمليات نتاعهم، ولكن يلزمها زادة تتفكك في المدن. وأعتقد أنه الأمن متفطن للشيء هذا، متفطن للشيء هذا حول المساجد اللي تم معناها استرجاعها واللي ما زالت ما تمش استرجاعها، وحول معناها فضائيات نشاط أخرى كانت موجودة. وأعتقد أنه الأمن يلزم يكثف العمل في هذا المجال. نعم. كنت أسمح حد نشير نضيف حاجة، رأوا الأمور برمزيتها في العمليات هذه برمزيتها، وهي عملية خطيرة لكنها محدودة، ما فيش حتى كلام. هذا يلزمهم يفهموا اللي الدولة، لأن ثم مظاهر عنف قاعدة تنتعش الآن في الحملة اللي ما شاهدناهاش في الحملة التشريعية، في الحملة الانتخابية التشريعية، يعني ثم شوية تكشير على الأنياب وما يسمى بروابط حماية الثورة وزعمائها رجعوا، خاطر هما يقيسوا اللي يشوفوا اللي الدولة مزعزعة ومتساهلة مع يعني مجموعات وعناصر بالاسم وعلى مرأة ومسمع كل الناس توا تصول وتجول في تونس الشمالية وفي تونس الجنوبية، مع كل الأسف يدعموا في دراش كونو من المترشحين، يعني غير من يعني طبعا محترم الحلل، نحكي لك الشيء هذايا، المظاهر هذه نتاع العنف يقيسوا بها. إذا كان ما ثماش دولة من اللي بداوا هذا دغيج وهذا ركوبا وهذا المجموعات اللي قاعدة توا تصول وتجول وتهدد بحمام دم في الفيسبوك، هالناس هذه إذا كان ما تضربش من الآن وبقوة راهي رسالة متى تهاون أخرى متى دولة اللي يتمعشوا منها الإرهابيين في الجبال وفي الأماكن الأخرى. نعم. سي زهير. طبعا أنا ممكن نضيفه، هي الظاهرة ليست ظاهرة تونسية بالتأكيد، هي ظاهرة عابرة للحدود، ولكن الظاهرة ذي دائما تبحث على مناخات توجد فيها. مع الأسف السنوات الأخيرة في بلادنا توجدت مناخات باش توجد الظاهرة ذي وتنتعش وتحاول أنها تتمدد وتخرج بالجبال إلى المدن إلى آخره. ما ننساوش اللي هذه معركة كبيرة تخوض فيها تونس، مش تونس فقط تخوض فيها، تخوض فيها سوريا منذ 3 سنوات ضد الجماعات هذه. وبالمناسبة تحية، نحب نحيي الجيش السوري اللي لولا الجيش السوري ربما اللي خاض معارك وقدم تضحيات كبيرة ضد المجموعات هذه، ربما راهو مفعول الجماعات هذه اللي في تونس ولا في غير تونس راهو كان أكبر. احنا اليوم مطالبين باش نعمل خطة حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة. اللي كان يحكي لي الجيلاني مسألة الحاضنة الشعبية لهذه الجماعات، أعتقد أنه ثم زوز مسائل، ثم مسائل مستعجلة وتحدثنا فيها برشا، وثم مسائل يعني على مدى متوسط وعلى مدى بعيد. المستعجل هو أنه الجيش الوطني والأمن الوطني لازم نوفروا له العتاد اللازم. نعم. لمواجهة هذه الظاهرة، لأنه في عملية القصرية نحن سمعنا رئيس الحكومة خرج ويحكي أنه ما عندناش مناظير وما عندناش مش عارف شنو وكذا، ما يليقش يعني في معركة مع الإرهاب تدوم أكثر من 2 أو 3 سنوات في بلادنا وما زلنا نحكوا على المسائل هذه. يعني أولا الحكومة مطالبة أن توفر كل المستلزمات الضرورية لمواجهة هذه الجماعات، لأن اتضح أنها تمتلك يعني دعم لوجستي متطور ونوعي وخطير في نفس الوقت، ودونك باش نواجهها يلزمنا نمتلكوا زاد نفس الشيء. الحاضنة الشعبية هذه زاد ثم حالة متاع تهميش وحالة متاع الموجودة في المناطق هذه اللي
ومع الأسف يعني الجماعات هذه تستعمل في المال والمال الوفير من أجل استدراج يعني بعض الناس، وبالتالي لابد أن نلتفت المناطق هذه. ثم معناتها الإعلام يجب يلعب دوره، المؤسسة الدينية يجب تلعب دورها، المؤسسة التربوية يجب تلعب دورها، يعني يجب الناس كل تلعب دورها في مواجهة هذه الظاهرة، لأن الظاهرة هذه لو تعطينا معها فقط تعاطي أمني باش تبقى عركة كبيرة بين الأول. ثم مسألة أخرى، هل الناس هذوما وسي نور الدين كان يتحدث في مكري استهدفوا الجيوش، استهدفوا الجيش في سوريا، يستهدفون استهدفوا الجيش في 10 سنوات في الجزائر، يستهدفون اليوم الجيش في تونس، لأن الهدف نتاعهم مش مسألة نظام كما كان يحكي سي جيراني، الهدف نتاعهم هو الدولة، الهدف نتاعهم هو القضاء على الدولة وإقامة دويلات ليهم هما، وتتحول حتى بعض التجارب اللي صارت في بعض البلدان في بعض الأحيان تتحول دولة لكل مجموعة مسلحة منه، لأنها في التجارب الكل اللي صار شنو هما بيدهم اختلفوا وتحولت الدولة لكل مجموعة من المجموعات المسلحة. إذا المستهدف اليوم من خلال استهداف المؤسسة العسكرية هو استهداف للدولة، هو تفتيت الدولة، هو التقسيم، هو إقامة دويلات لكل فئة لكل مجموعة من المجموعات. هي معركة على نطاق واسع اللي تخاض في تونس وفي غير تونس. المطلوب التنسيق الأمني مع الأشقاء الجزائريين، المطلوب التنسيق الأمني مع الأشقاء السوريين، مش نقض علاقاتنا مع سوريا. هو سائر التنسيق الأمني. ما هو احنا تعطينا مع المسائل هذه التعاطي تعطينا معها، مشينا قصينا علاقاتنا مع سوريا، قال شنو؟ قال حقوق إنسان في سوريا. في حين أنه كان مطلوب التنسيق الأمني مع سوريا، لأن نفس المجموعات التي تقاتل في تونس هي نفسها التي تقاتل في سوريا، ونفس الشيوخ التي تفتي في تونس هي نفسها التي تفتي في سوريا، ونفس المجموعات التي تمول في تونس هي نفسها الموجودة في سوريا، هذه مجموعات مربوطة ببعضها. وهزوا شباب غديكة. فالمطلوب منا، مطلوب من الحكومة، مطلوب من الدولة أن تتعاطى مع هذه المسألة، مش تعاطي إيديولوجي، تتعاطى معها تعاطي وطني، على أساس أنه ثم غول يتهدد البلاد هذه ويتهدد المنطقة برمتها، وعلينا أن نحكم التنسيق مع شقانا، علينا أن ندعم الجيش الوطني، على المواطنين وعلى الأحزاب السياسية وعلى المجتمع المدني أن يقوموا بدورهم كما ينبغي في مواجهة هذه الظاهرة. نعم، قبل ما ننهي هالجزء الأول من نقطة حوار في اللي خصصناه للمسألة هذه، سي نور الدين النايفر، أكيد وأنه كما قلنا العملية هذه مش اعتباطية، جاءت لإرباك المؤسسة العسكرية وجاءت لإرباك التوانسة باش ما يقبلوش ربما على الانتخابات، أو لزعزعة الأمن في تونس في وقت اللي احنا مقبلين بعد 18 يوم تقريبا على انتخابات رئاسية. أنا أقول وأتوجه إلى مواطناتنا ومواطنينا، لا تخاف ولا ترهب، المؤسسة العسكرية هنا والمؤسسة الأمنية هنا، وتحصلت على المناظير، لنا أصدقاؤنا في العالم يمدوننا بالعتاد ويمدوننا بالمعلومات وبما المعلومات التي تتعلق بالأقمار، نعم، بالأقمار الصناعية إلى غير ذلك، بما في ذلك الواقيات المختلفة. هذا أولا. اثنين، أقول للشعب التونسي أيضا، بقدر ما تقصر في المدة الانتخابية ننتقل إلى دولة مستقرة. هؤلاء يعبثون لأن الدولة لم تكتسب وحدتها ووجهتها حتى تفرض القانون كقاعدة عامة على الجميع. ثالثا، أيها التونسيون، أيتها التونسيات، تواجهوا بكثافة ومارسوا حقكم في الانتخاب الرئاسي، لأن رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس الذي يترأس مجلس الأمن القومي وما أدراك. هذه وظيفة مهمة، يجب أن ننتقل إلى هذه المرحلة بجروحنا، بشهدائنا، بألامنا، لكن يجب أن ننتقل إلى، في أقرب الأوقات، كل الأمهات، كل الشابات، كل الشبان، كل المواطنين عليهم أن يدافعوا عن حقهم في الحياة وحقهم في الانتخاب وحقهم في اختيار الرئيس الذي يشرف تونس ويحمي أمنها ووحدتها واستقلالها ومصالحها. ما نساوش اللي الفصول 71 و88 من الدستور، 18 فصل وما أدراك، أخذت من الوقت ما أخذت في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي لمن تمتع بحقنا في الانتخاب، لن نفرط فيه حتى كان وقعت حتى عمليات، فلنواصل إلى آخر المسار، وبإذن الله فيما بعد عندما تستقر الدولة وتحسم المسألة الرئاسية سيرى هؤلاء ماذا سيفعل الشعب التونسي بمصالحه وبالدفاع عن دولته الوطنية
عن جيشه الوطني وعن مؤسساته الوطنية وعن إعلامه الوطني وعن علمائه ومفكريه وعن كل ما ضحى من أجله أباؤنا. هؤلاء أغلبيتهم مرضى نفسيين، وأنا نقول أنا أستاذ متاع علم نفس مرضي قبل ما نكون فيكم، سيدي بسيكوبات بسيكوبات. ونقول للأولياء يا أختي يا أخي، لاحظ راقب ابنك في علاقته بالإنترنت، راهو كل لحظة اللي ضايع فيها ولدك في الإنترنت وفي الثقافة الافتراضية هناك إغراء، هناك إغواء مالي وفكري ومتعدد يكاد يكون نوع من الهلوسة ومن المخدرات بواسطة الإعلام. ولدك ينجم في جمعة من زمان ما تلقاش يعمل لك تليفون ولا يكلمك بالإنترنت يقول لك راني في سوريا ولا في ليبيا. أيتها الأم، احرصي على مراقبة ابنك وابنتك. وشفنا وابنتك خاصة، وشفنا في نعم عملية وادي الليل، نعم معناها مستوى علمي مشرف جدا، نعم وللأسف نعم، لأن هناك المهارة التقنية وهو العقل خال من التكوين في الدين الوسطي، في العلم، في الثقافة، في الفن، في الأدب، في الفكر السياسي، في التسامح، في لا يتقنون الشابي، ولم يقرأوا الطاهر الحداد، ولم يدركوا أن هناك زعيما كبيرا اسمه الحبيب بورقيبة. نعم، شكرا لك سي نور الدين. قبل ما نختم الجزء هذا معنا على الهاتف سي محمد علي العروي، ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية. سي محمد علي العروي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بضيوفكم السادة المشاهدين. نعم، شكرا لك. شنو النجم شنو الإضافات أو المستجدات فيما يتعلق بعملية نبر الإرهابية؟ احنا لا معناها تشوف زميلي ناطق رسمي باسم الجيش الوطني كان يتحدث عن التفاصيل، لكن نحن نريد ان نؤكد كوزاره الداخليه انه العمليات الامنيه والعسكريه التي قمنا بها مؤخرا وكانت كلها عمليات استباقيه وعمليات نوعيه كانت ناجحه للقضاء على العديد من المجموعات الارهابيه. نحن سنواصل هذا العمل خاصه بعد نجاحنا في تامين الانتخابات التشريعيه، وسنواصل تامين ما تبقى من هذا المسار، وخاصة نقصد الانتخابات الرئاسية. سنقوم بكل ما في وسعنا لوصول البلاد إلى بر الأمان، ونحن ما سعونا فيه. هذه العمليات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرار على مواصلة معناه ما بدأنا فيه، وخاصة في كما قلت لك تأمين المسار الانتقالي في البلاد. هذه العمليات نعتبرها عمليات فاشلة، عمليات تحاول المس من المعنويات، لكن نؤكد أنه معنويات قواتنا الأمنية وقواتنا العسكرية هي معنويات مرتفعة، وإن شاء الله هذه المحاولات اليأسة لا تزيدنا إلا عزيمة كما قلت لك على مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب. حاجة برك نأكد أنه لابد أنه نلتف كلنا، وسائل الإعلام، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، الكل نلتف مع قواتنا الأمنية والعسكرية لمواصلة هذه العمليات اللي نقوم بها، وتأكدوا أنه الإرهاب لن يجد ولن يبقى في تونس، وسنقوم بالقضاء عليه آجلا. وكذلك في الأيام وفي الأشهر القادمة ستتواصل هذه العمليات التي ستكون في الصميم، وستستهدف معاقل هذه الجماعات في كل مكان، سواء في الجبال أو في أي مكان يريدون أن يختبئوا فيه أو يحاولوا أنه بشي خطوا بشي مسوا من أمن تونس. نحن نعرف معناها تقريبا كل هذه التحركات، سنواصل وسننتصر إن شاء الله على هذه الآفة اللي تحاول أنها تمس من التوانسة وتمس من هذا الوطن العزيز. والأكيد وأنه سي محمد علي وأنه الاستعدادات للموعد الانتخاب الرئاسي باش تكون كما هي في الانتخابات التشريعية على أحسن ما يرام، حتى يتم تأمين هذه العملية بشكل طيب. اللي نحب نأكد عليه أنه الانتخابات الرئاسية والتحضيرات للانتخابات الرئاسية ستكون إن شاء الله أكثر من الانتخابات التشريعية. نحن معناها في استعدادات كبيرة في وزارة الداخلية، وكذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، السير معناه سير التحضيرات الأمنية كبير وكبير جدا، وإن شاء الله تأكدوا أن الانتخابات الرئاسية باش تتعدى أمنة كما تعديت الانتخابات التشريعية، وستكون أكبر وأكثر وأحسن جواب للجماعات هذه اللي حاولت أنها تمس الانتخابات التشريعية ولكنها لن تنجح. كذلك تأكدوا أن الانتخابات الرئاسية ما تنجمش تمسها، وسنواصل وسنؤمن هذه الانتخابات باش تكون أكبر رد على هذه الجماعات.
نعم شكرا لك سي محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ومن خلالك أنت نحييو كل المؤسسة الأمنية في تونس. هكا نوصلوا إلى نهاية الجزء الأول من نقطة حوار. خليني نشكر سي نور الدين نيفر الخبير في منظومات الأمن شامل، شكر خاص على قبول دعوتنا في آخر وقت، شكرا لك سي نور الدين نيفر. بعد تقرير خاص بالإخلالات اللي عرفتها الانتخابات التشريعية أعدته زميلتنا أماني الترهوني، نستقبل ضيوفنا سي معز بوراوي رئيس منظمة عتيد، وأيضا سيد كمال التجاني الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ابقوا معنا. عرس الديمقراطية موعد مع الديمقراطية، أو هو احتفال بالديمقراطية، عناوين عديدة لحدث تاريخي واحد، ثاني انتخابات تشريعية تشهدها تونس بعد الثورة، انتخابات بلغت نسبة المشاركة العامة فيها داخل تونس 69% حسب ما أفاد به شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تقييم الحدث كان محليا ودوليا متراوحا بين الإيجابي والسلبي، فقد أشاد قائد البعثة المشتركة للملاحظين الدوليين التابعة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بنجاح الانتخابات التشريعية، مؤكدين أن البعثة ستنقلها إلى المؤتمرات الدولية. من جانبه قال رئيس البعثة المشتركة للملاحظين الدوليين إن الانتخابات التشريعية أكدت أن تونس خرجت من الأزمة التي عرفتها خلال المرحلة الانتقالية، وعرضت البعثة تقييما للظروف التي جرت فيها عملية الاقتراع بعد قيامها بمراقبة العملية في 16 ولاية من ولايات الجمهورية و 148 مركز اقتراع. وجاء في التقييم أن الأجواء في مكاتب الاقتراع كانت سلمية في معظم الحالات، وجرى تنفيذ إجراءات التصويت بطريقة منظمة تحت إشراف إدارة مدربة تدريبا جيدا، وشاركت النساء فيها بصورة كبيرة، وتولين رئاسة 30% من مراكز الاقتراع. وذكر التقييم أن عملية إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات جرت بشكل سلس وشهدت أخطاء طفيفة، وصنف الوضع داخل مكاتب الاقتراع بالجيد جدا والجيد بنسبة 92%، بينما كان الوضع سيئا في 1% من المكاتب، وكانت 92% من المكاتب خالية من المشاكل، بينما وجدت مواد دعائية في 3% من الحالات وأنشطة دعائية في 1% من الحالات ودلالات شراء أصوات في 1% من الحالات ومشاكل أخرى بنسبة 3%. بعثة مجلس أوروبا أكدت على أن الانتخابات التشريعية في تونس تمت في ظروف ممتازة، حيث وصف المتحدث باسم البعثة وعضو البرلمان السويسري أندرياس غروس العملية الانتخابية التي أشرفت البعثة على مراقبتها بالاستثنائية، مؤكدا سيرها في ظروف جيدة. ورغم إقرار عدد من منظمات المجتمع المدني بأن الانتخابات التشريعية تونس 2014 تمت في ظروف سليمة، فهي لم تخلو حسب تقديرهم من بعض التجاوزات، وقد تمثلت أغلب المخالفات التي تم تسجيلها في ملاحظة أنشطة دعائية داخل وخارج مراكز الاقتراع، حيث بلغت نسبتها حسب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات 34% من جملة التجاوزات، في حين تراوحت بقية التجاوزات بين تخويف الناخبين من التصويت وشراء الأصوات، إضافة إلى رصد عمليات عنف داخل عدد من مراكز الاقتراع. مركز كارتر لمراقبة الانتخابات أكد أن التجاوزات التي تم تسجيلها كانت محدودة ولا تؤثر في النتائج النهائية التي تعكس إرادة الشعب التونسي. الانتخابات في الخارج حظيت أيضا باهتمام الملاحظين في ظل صعوبات تعلقت خاصة بالاقتراع، حيث لم يتمكن عدد من الناخبين من التصويت نظرا لغياب أسمائهم من سجل الناخبين بسبب عدم تحيينهم للتسجيل في هذا السجل بعد انتخابات 2011. أعوان هيئة الانتخابات المشرفون على الاقتراع في الخارج اعترضتهم بدورهم صعوبة التعرف على الأسماء في سجل الناخبين بالنسبة لمن تقدموا إلى التصويت باستعمال جواز السفر، هذا بالإضافة إلى تأخر في وصول الحبر الانتخابي إلى عدد من البلدان تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فضلا عن بعد مكاتب الاقتراع على أماكن إقامة الناخبين.
ملاحظات، تقارير وتقييم لانتخابات تشريعية اعتبرتها أغلب الدول رسما جديدا للمشهد السياسي في دول الربيع العربي في انتظار الانتخابات الرئاسية تونس 2014. وطبعا ما نجموش نمشي للانتخابات الرئاسية دون أن نقيم بين قوسين الانتخابات التشريعية وكيف كانت، كيف تمت هذه العملية. وخليني رحب بشكل خاص بالسيد كمال التوجاني الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أهلا وسهلا بك. وسي معز بوراوي رئيس منظمة عتيد لمراقبة الانتخابات، أهلا وسهلا بك. إذا باش نبدأ بك سي معز حتى هو ينجم يجاوبك سي كمال. الانتخابات التشريعية كانت محل إشادة دولية بامتياز إجمالا ومرت في أحسن الظروف، ولكن هذا ما يمنعش أنه صارت فيها عديد الإخلالات وصارت عديد الانتقادات، بدءا من التصويت في الخارج اللي هو أثار الإشكال في مستوى سجل الناخبين إلى أن صارت الانتخابات في تونس نهار 26 أكتوبر. قبل كل شيء معناتها باش نربطه مع الجزء الأول للحصة نتاعك، نحبوا معناتها باسم منظمة عتيد وباسم أيضا زملائنا نتاع المجتمع المدني اللي قاموا بملاحظة المسار الانتخابي برمتي، الرحمة على جنودنا أكيد، وربي يصبر أهلهم وربي يعطيهم القوة باش تعداوا الأزمة هذه، ونحن معاهم والشعب التونسي كله معاهم. وباش نربطه أيضا مع الجزء هذا، أول حاجة نحبوا نبدأ بها معناتها إيجابية وإيجابية جدا اللي هي تأمين المناخ الانتخابي. والناس يمكن رات كان يوم الاقتراع اللي كان فيه الجيش الوطني والطاقم الأمني والحماية المدنية موجودة، راهو كان من قبل يمكن غير بركة ما يتراوش بالعين المجردة، لكن كانوا موجودين وأمنوا المناخ الانتخابي حتى في الحملة الانتخابية. نحن حتى وقت اللي لاحظنا بعض التجاوزات في الحملة الانتخابية من حيث معناتها ظواهر عنف بين الأطراف المعنية بشأن الانتخابي، الامن معناتها تدخل بسرعه وكان فعلا ناجح في تدخلاته، وهذه حاجه ايجابيه والحمد لله. اكبر حاجه كنا متخوفين منها نحن في منظمه عتيد هو المناخ الامني وتامينه. الحمد لله تعديناه. هذا ما يمنعش بطبيعه باش نقوموا بمهامنا قبل كل شيء. نحن معناتها كمنظمات مجتمع مدني متطوعين اللي يهمنا هو البني. وما نجموش نبنيه من غير ما نقضوا. حتى منظمه عتيد معروفه معناتها بنقدها اللاذع في العديد من الأحيان، لا لشيء الغاية منه الوحيدة هو مش تنقيص من مهام الهيئة العليا ولا من الدور اللي لعبته، وإلا من تنقيص من الأطراف المعنية بشأن الانتخابي من سياسيين ومستقلين وائتلافات إلى آخره وأحزاب، لكن هذيك هي قواعد اللعبة. نحن في فترة انتقالية، إذا كان نحبوا نبنيه بالرسمي على قاعدة صحيحة يا ننقده ونقبلوا النقد والنقد البناء. شنو معناتها النقد البناء؟ تو كيما نحن معروفين عمرنا ما نقضوا من غير حلول. وهذا معناتها معمولين به من اللي توجدنا في مارس 2011. وللاعلام فقط، حتى كي حضرتوا انتوما في الندوه الصحفيه نتاعنا، المنظمه الوحيده اللي حتى في تقريرها الاولي اعطت تقييم للمسار الانتخابي برمته مش ليوم الاقتراع. بالنسبه لنا نحن يوم الاقتراع ما يمثل كان حلقه من حلقات المسار الانتخابي اللي هي الحلقة قبل النهائية، وينجم كل شيء يتلعب قبل الاقتراع. إذا كانش نربطوا كل شيء بك الصندوق وتولي العملية الديمقراطية الانتخابية مرتبطة في عملية مادية تهز ورقة كما هذه وتعمل هكا تحطها في صندوق، مش هذيك الديمقراطية بالنسبة لي نحن، ومش هذيك الديمقراطية الانتخابية. هو تقييم المسار، وانطلقنا حتى من أشغال المجلس الوطني التأسيسي في دستارة الهيئة، ثم قانون بعث الهيئة، ثم القانون الانتخابي، ثم النصوص الترتيبية نتاع الهيئة، معناتها الإطار القانوني، ومن بعد جات عملية التسجيل، ومن بعد جات الحملة، ومن بعد جات الترشحات إلى آخره. هذاك الكل كله بنينا عليه وقيمناه وخرجناه في التقرير الأولي اللي فيه ما يقارب على 17 صفحة. طبيعي صار ثغرات، وفما ثغرات كبرى كما مثلا في الخارج. في الخارج معناتها متأكد اللي فما العديد من وخيالنا التوانسة اللي تفرجوا فينا توا في الخارج حسوا بمظلمة في حقهم. وإذا كان نحب نسميه الأسماء بأشيائها، نقولوا وصلنا أصلا لمرحلة كونه وقع انتهاك على حق من الحقوق الأساسية للمواطن والمواطنة التونسية اللي هو حق الانتخاب. ما ننساوش اللي فما معاهدة دولية اللي هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان، الفصل 21 نتاعها اللي صريح النص يقول فيه الانتخاب حق من حقوق الإنسان، وفما ايضا الدستور وفما قانون الانتخابات. بالتالي لهنا الثغره منين انطلقت الكبرى؟ هي انطلقت في عمليه التسجيل.
اللي معناتها موقعش معناتها معناتها ما وفقناش فيها. وقت اللي نقول ما وفقناش مش كان الهيئه برك، الهيئه والمجتمع المدني والى اخره، لكن المهمه الكبيره ترجع للهيئه العليا المستقله للانتخابات. ونحن في عديد من المراحل طلبنا بتدقيق، مش وحدنا، مش منظمه عتيد فقط، حتى زملائنا نتاع مراقبون الى اخره، طلبنا عمليه تدقيق وتحيينا سجل الناخبين حتى الجمعتين ولا ثلاث جمعات قبل يوم الانتخابات. ونحن علاش ما تفوجئناش باللي صار في الخارج؟ تو كيما مثلا عندي تقرير لهنا، هذا جاني البارح مع حتى ماهيش عتيد، منظمه مدنيه نتاع توانسه في الخارج في بلجيكا اون لوكيرونس هوني، نحن كونناهم وخذوا الاعتماد عبر معناتها مع بعضنا، يقصد من الهيئه العليا المستقله للانتخابات. وقت اللي تقرا التقرير معناتها 40% من الناس اللي تحولوا، هذا بلجيكا نحكي على بلجيكا فقط، 40% اللي تحولوا للصندوق وقع ابعادهم، وهما عندهم ما يبين اللي هما سجلوا مسجلين في 2011 ولا في 2014. وهذا طبعا راجع للآلية التي وقع استعمالها في عملية التسجيل، والعملية مع كل الأسف ما صارتش كان في بلجيكا ولا كان في سويسرا، ونحن بيناه حتى بالأشرطة معناتها اللي صورناها الفيديو، كيما المرأة نتاع في سويسرا، كيما في الكندا، كيما في العديد. العملية ما كانتش في مكان واحد، عمل سجل الناخبين هذا كان الإشكال الأبرز في الخارج في اكثر من مكان. نذكر زاد في روما فما احتجاجات كبيره صارت قدام القنصليه في روما، في الكندا، في المانيا، في المانيا، وما فماش كان الناس اللي ما لقاتش اسامها. فما العديد ايضا من المواطنين والمواطنات التوانسه اللي يعيشوا في الخارج اللي موجودين اسامهم، لكن كي يمشي لمكتب الاقتراع يقولوا له لا انت ماكش موجود في المكتب هذايا، موجود في مكتب اخر، موجود في مدينه اخرى على بعد 500 كيلومتر. وهذوما ايضا عددهم المكاتب مش قريبه لبعضها في الخارج، مش كيما في تونس كبير بعيد على بعضها برشا، عددهم كبير ياسر. حتى وقت اللي نحكيو لهنا حاجه معناتها تنجم تقول حازت في انفسنا حتى من بعد في الاعلان، قبل الاعلان عن النتائج نحكيو على نسبه المشاركه مثلا. في نسبه المشاركه حتى كي تخزر يقول لك مثلا نسبه المشاركه في 70.4%، غير انه مش صحيح. نسبه المشاركه الحقيقيه هي معناتها 67 ولا 67.7%. علاش؟ على خاطر وقت نقولوا 70.4% كي ناخذوا تونس التراب التونسي الجمهوريه. معناتها هوني ايضا وقع معناتها نسيان وابعاد وخيانه المواطنين اللي يعيشوا في الخارج من ادماجهم في نسبه المشاركه. على خاطر نسبه المشاركه في الخارج 31.5%. وهذايا معناتها رقم يبرهن، هو معناتها رقم حي يبرهن على معناتها الاخلال اللي صار خاطر الناس مشات. كانت تتفرج في الفيديوهات اللي جاونا، مش فيديو، مش اثنين، مش 10، مش 20 بالواحد. وبخلاف الخارج صارت ايضا العديد من النقائص، ونجم نعطيها حتى بالارقام. مثلا الدعايات السياسيه، سلب مراكز الاقتراع، هذايا معناتها كنا متفاهمين فيه من قبل، والهيئه كانت متشبثه فيه. لكن يوم الاختراع ما نعرفوش اش صار. صارت عمليات اللي لاحظنا مثلا حزب معين ولا زوز احزاب ولا اللي هو كيجيب المندوبين نتاعو اللي عنده، اللي معناتها مندوب باش يكون ملاحظ تابع الحزب، ما يجيوش بالواحد ولا باثنين، يجيوك بالثلاثين في مركز اقتراع واحد. بالطبيعه مش باش يدخل كل مكاتب الاقتراع، رئيس المكتب مجبور باش يقول هاكا عندكم شكون يمثلكم، اخرجوا البروين، يخرجوا للساحه ويقوموا بالدعايه السياسيه نتاعهم. لكن فما عمليات ايضا ترجع من مسؤوليه الهيئه العليا المستقله للانتخابات، هو اول حاجه نقص في التكوين في الطاقم المشرف. ونكمل لهنا، نستسمحك فقط، نستسمحك خلينا بالنقطه باش حتى الاخوين السياسيين زاد ممكن اذا هما رصدوا بعض الاخلالات يدخلوا معاك بالنقطه. بالنسبه للمسجلين هنشوفوا الهيئه شنو قررت باش تعمل. هي اقرت الهيئه انه صار اخلال في العمليه هذه، شنو باش تعمل لتفادي هذا الاشكال في الانتخابات الرئاسيه؟ والنقطه الثانيه حكيت عليها الدعايه السياسيه ونقص التكوين بالنسبه للناس اللي في مكاتب الاقتراع، هكا ولا نقص التكوين؟ اما نحب نزيدوا نقطه برك باش نقص التكوين وعمليه الاندساس الحزبي ايضا. على الاقل يا سيدي ما نقولوش حزبي، عدم الحياد في العديد بالنسبه لاعضاء مكاتب الاختراع في العديد من الحالات لاحظناها هذه. انا نعطيك مثلا شيفر فقط بالنسبه معناتها الدعايه السياسيه في الواحد، معناتها نحن كنا متوجهين كما تعرفوا عندنا 3000 معناتها ملاحظ بنسبه 35%.
هذا رقم لا يستهان به. نعم. وقد يكون عنده تأثير مباشر على معناتها الاستيلاء على صوت الناخبين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفما أرقام أخرى تنعطيها لكم بعد باش ما نطولش عليك. باهي سي كمال نذكر باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذا مشكلة المسجلين أضم صوتي معنا الأخوة وأترحم على الشهداء العسكريين اللي شهداء الوطن اليوم. وندخل ديرك مباشرة في صلب الموضوع. بالنسبة للانتخابات بالخارج دون تمهيد، احنا سمعنا كثيرا على أرقام مهولة من الناخبين التونسيين موجوش أنفسهم في سجل الناخبين، وكنا نعتقد أن المسألة صحيحة، وعلى الأساس هذا حاولنا أن ندارك الأمر إلى حد ما بفتح معنا مدة معينة لتلقي المطالب هذه لإعادة التسجيل، عفوا لإصلاح الوضعيات هذه إذا كانت حملوا فيها المسؤولية. إحنا ما نهربوش من المسؤولية إلى حد تاريخ اليوم. جت وردتنا 200 تقريبا و80 مطلب، فيهم 4 مطالب فقط مؤيدة، وهي تتعلق بتغيير من منطقة لمنطقة من تونس إلى الخارج، 3 في مسقط و1 في منطقة أخرى. والمطالب هذه قدمت للمصالح القنصلية، والمصالح القنصلية ما ادتش بها الهيئة. فيما زاد على ذلك إلى حد الآن نتحدث على إشباه. احنا وجهنا رسائل مكتوبة منظمات المجتمع المدني وطلبنا منهم تقديم الآلاف من الوصولات اللي يحتكموا عليها، خلينا نمكنوا الناس هذم من ممارسة حقهم في الانتخاب، علاش نحرمهم في الانتخابات الرئاسية؟ إلى حد الآن ننتظر. ما زالت 3 ولا 4 أيام إلى حد يوم السبت. نتمنى أن جينا مطالب مدعمة خلينا ندارك الوضعيات هذه. وبالتالي إلى حد الآن ما زلنا نتحدث على واقع وعلى أرقام غير ثابتة وغير مؤيدة. وذلك يعزى أساسا، لأن يلزمنا نربط المسألة هذه وسي معز أدرى مني بذلك بانتخابات سنة 2011 وعملية التسجيل اللي صار في سنة 2011، وكيف أن التسجيل أو عملية الانتخاب كانت تقريبا بشكل آلي وليس إرادي. نذكر أن إيطاليا في اليوم الأول 1% من الناخبين توجهوا للانتخاب في سنة 2011، ثم فتحت الهيئة بدون حتى قرر من مجلسها عملية الاقتراع ببطاقة التعريف وجواز السفر وبالإضافة بالقلم، وأنا ابن الهيئة ومتأكد من ذلك. وبالتالي أصبح ثم تخلط، ثم ناس يقولوا احنا نخبنا في سنة 2011 وما نجمناش ننتخبوا في سنة 2014، وهذا معناها حرموا منها القانون باعتبار القانون هو الأكد على التسجيل الإرادي. دون وكنا صرحنا في عديد المناسبات في كل خروجنا معناها على أساس أن يا أولادي يروا التسجيل الآلي والانتخاب دون تسجيل إرادي في سنة 2011 ما يمكنش من الانتخاب. والناس اللي سجلت في 2014 اللي سجلت في الانتخابات الهذية وما لقاتش أسماءها ولقات أسماءها في مكاتب أخرى، هانا ننتظر إيه شنو المطلوب منهم؟ يعني نحب نفهم يتقدم بأي وثيقة تثبت ذلك، وإحنا سهلنا اللي هو مسجل ولا غير وما مكناش، ويتقدم مش لازم الهيئة العليا، إحنا مكناه باش يقدموا الهيئة الفرعية بأي وسيلة ممكنة. خلينا نداركوا المسألة. وانا شخصيا من الناس اللي دفعت للخيار هذا اكثر منه معناها في جانب معين لتاكيد معناها تسويه الوضعيات اذا كان احنا مخطئين وهذا وجبنا، ولكن من جهه ثانيه حتى نعطي المساله حجمها الواقعي. كفى حديث في اشياء لربما ما تكونش مسنوده ولربما تكون تعلى لاسباب اخرى في ايام اخرى. هذا مبدئيا بالخارج. والى حد الان يعني نتوجه من المنبر هذا لكل مواطن إن كان في الداخل والخارج عنده وثيقة تثبت أنه مسجل إراديا، حتى بداية وثيقة سنة 2011 ولا سنة 2014، وأتوجه كذلك لمنظمات المجتمع المدني اللي قالت عندها آلاف من المطالب هذه أن تمدنا بها، وإحنا كنا في قاعدة مع المجتمع المدني وأكدنا على المعطى هذا. يا أخوينا مدونا خلينا نحمي الناس وظنتي وخلينا نتمكن، وإحنا ما نشربين من المسؤولية. بالنسبة لنقص التكوين بالنسبة للأفراد الأعضاء المكاتب الاقتراع بالنسبة للنقاط الأخرى وعدم الحياد بالنسبة للنقاط الأخرى، وهنا باش نغض الطرف إن صح التعبير على الفترة الأولى من الحملة الانتخابية، لأن التجاوزات ما كانتش كبيرة، وسأركز على فترة الصمت. أنا شخصيا المعلومات اللي وردتنا حاليا تؤكد أن ثمة عديد التجاوزات خاصة يوم الاقتراع،
والتجاوزات هذه مسؤول عليها الأطراف المتنافسة وخاصة الأحزاب، واللي تعلقت أساسا بالدعاية داخل مراكز الاقتراع وخارجها ولكن ملاصقة لها في محيطها معني في محيطها. هذا حسب معطيات لوردتنا صارت بالفعل، لربما كان يعزى هذا لنقص عدد المشرفين على مراكز الاقتراع ليس مكاتب الاقتراع، باعتبار ان رئيس مركز اقتراع واحد ما نجمش يسيطر على مدرسه كامله. وفي الاتجاه هذا جلسنا ومع هيئتنا الفرعيه وهيكل الرقابه باش نداعبوا الهيكله هذه باش يمكن مراقبه، لربما يعزى في مرحله اخرى لقله التكوين او لعدم فهم كن المهمة المنوطة بعادة رئيس مركز الاقتراع. نجيو للتكوين، فما برشا وهذا على الأساس هذايا لأنه الأعضاء المكاتب ما كانوش مكونين، فما صناديق معناها تأجل فتحها لأنه كان صارت أخطاء. على كل حال هذيك أخطاء ممكن تجاوزها لأن الفتح كان بحضور الممثلين القيمات الهيئة ولكن ولكن قاعدة تكون فيهم الناس هذوما استعدادا للانتخابات الرئاسية باش تتفادى الأخطاء هذيا. احنا يوم الاثنين عملنا معنا جلسة مع تقريبا الهيئات الفرعية لكل المنسقين الجهويين لتدارس المشاكل هذه واتخاذ الإجراءات اللازمة، بتصير دورات تكوينية في المستقبل القريب، لأن ثم بعض رؤساء مكاتب الاقتراع بعض رؤساء المركز اللي شكينا نوعا ما في أدائهم إن كان من حيث الخبرة أو الكفاءة أو من حيث الحيادية. سوف نتولى وعندنا قائمة فيهم معناها إزاحتهم وتعويضهم بآخرين، وهذا مطالب يطلب منا معناها تكوينهم تكوين آخر تكوين جديد. ثم لابد من إعادة رسكلت كل من تكون معنا للإشراف على المرحلة الأولى للإشراف على المرحلة الثانية باعتبار خصوصية المرحلة وباعتبار المشاكل اللي عيناها التي يجب تداركها الآن في الوقت الراهن قبل الاستحقاق القادم، وخاصة مسألة إدارة مركز الاقتراع، لأن هنا تفصل الناخب على صندوق الاقتراع بعض الدقائق على أقصى تقدير، ويمكن التأثير في معنى بشكل أو بآخر أو بنسب معينة لربما في خياراته. وبالتالي نحن سنركز على هذه النقطة بالذات لمراقبة عملية الاقتراع خاصة فترة الصمت بما في ذلك اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع ويوم الاقتراع. نعم. على كل حال وردتنا عديد المعطيات في ذلك، ولو أن أغلبها إلى حد الآن كانت في مستوى المعلومة الغير المؤيدة، ولكن سأخذها مأخذ جد لأن اللي لازم ناكدوه المسائل هذه تمثل جرائم حق عام، من المفروض ان كل جهه تتفطن الممارسه من النوع هذه وما تعلمش الهيئه وما تعلمش النيابه العموميه هي تتستر على جرائم. وكان من المفروض هو هذا الحديث ونحن طلبنا بمدنا بهذايا توثيق الممارسات هذه ومدنا بها ويحملوننا مسؤوليتنا في تتبع الاشخاص الظلم مهما كان، اذا كان من أعضاء الهيئة من أعوان الهيئة إن كانوا في مكاتب الاقتراع أو غيرهم أو من ممثل القيمات أو من غيرهم اللي يحاولوا يمارسوا نوع من الضغط أو من نوع من الدعاية أو من نوع من شراء الضمائر، لأن كل هذا يمثل جرائم على معنى القانون العام، والعقوبة السجنية فيها معنى عقوبة مش خطايا فقط وإنما عقوبة سجنية. وبالتالي من منطلق المواطنة ومن منطلق حرص التونسي على إنجاح المسار هذا لابد، واحنا ندعو كل مواطن يشاهد نوع من المسألة، لان شراء ضمائر يصير خارج المكاتب مش ممكن للهيئه ان تتفطن له، هذا حتى في اغلب في اعرق الديمقراطيات كان من المفروض ان تنخرط كل الناس في الرقابه وكفاء حديث دون تأييد. انا شفت في تقرير مثلا درست كل التقارير تقريبا تاع منظمات المجتمع المدني كانت وطنيه او دوليه بما في ذلك تقرير معناه منظمه عتيد، وشفت انه يتحدث على شراء ضمائر بالخرفان وغيرها، ولكن هذا في مستوى الكلام بدون تأييد، حتى ان المساله ما خدتش ثلاثه واربع اسطر. احنا يعني نتمنى بدون ادله وتلقيت انا في معاصي عديد المؤسسات اعطينا غير اي مؤيد اي 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 بدايه حجه، خلينا نبدو لانه الجهه والحزب الضرب اللي باش تحاسبوا الممارسين راهو اذا كان باش نبقى في مستوى الحديث دون فعل معناه يعاقب ويمارس نوع من العقوبه على الممارسات هذه راه باش ندعمها، لان بعتالي يقول لك انا بقوا في مستوى الحديث ولربما تتكرر وتكرر. واضح ونحن واضح امام خيار معناه استحقاق معناه قادم اللي هو على بعد بضعه ايام بضعه ايام نحن واضح سنتحمل مسؤوليتنا في اعاده تكوين من يشرف معنا
على عملية الاقتراع، ونطلب من الناس يكون أنا تتأهل من جديد لمراقبة المسألة هذه بطريقة جيدة. واضح. خلينا نشوفوا الإخوة السياسيين شنو ما ربما الحاجات اللي شافوها ما مشيتش في عملية الاقتراع نهار 26 أكتوبر، شنو ما الإخلالات اللي عينتوها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن الأحزاب السياسية. تفضل سيدي. نحب نعم ملاحظة أولية. احنا ماناش مستنسين في تونس بالرقابة والمحاسبة. يعني شيء جديد في ثقافتنا. نحب نقول المجتمع المدني، هذا خاصة نقوله للأحزاب وللسياسيين وللهيئات المنتصبة كيف ما الهيئة العليا المستقلة للانتخاب، ما تخافوش. المجتمع المدني موجود، فلسفة وجوده باش يكون، ما نقولوش بيك تنقد ياسر ولا تركز على حاجة صغيرة، نحبوا يركز على الحاجة الصغيرة ورجلوا أمورنا أحلى. صوت تونسي يخرج يبكي بدموعه وما تمكنش من حقه في الانتخاب، مشكلة كبرى إذا كان نحبوا نوليو ديمقراطيين في مخاخنا. مش لازم كيلو باش نوليو نتحير، لازم جماهير غفيرة تتمنع. تونسي ولا تونسية يفزع ويمشي للصندوق ويلقى روحه ما نجمش يمارس حقه على خاطر الجيل، يلزمنا نتفجعوا ويلزمنا نخليه المجتمع المدني يخدم دوره ويحط صبعه على الحاجات اللي مش ماشية، ويظل عنا وسع البال وسعة الصدر، وإلا ما نجموش نرسيو الديمقراطية. الحاجة الأخرى، الكلام تاع سي كمال كلام معقول، لأنه إذا كان يولي كلام لاش مؤيدات نعملوا تشكيك في الرأي العام، وقت ساعتها نخسر زاد العملية الديمقراطية. لازم تكون ثم مؤيدات. أنا يظهر لي المسؤولية الأصلية مسؤولية المجلس الوطني، نحكي في حاجة وفات والحمد لله اللي وفات بصراحة، يعني في المجلس الوطني التأسيسي. يعني نهار الناس ما فهمتش اللي كونوا الهيئه القديمه كان عندها دور تنجم تلعبه، وكان ثم الوقت باش نسجلوا ناس خاصه في التسجيل، تسجيل برك، وبعد مشاها ما عجبتكش، ماش عجبتك عندك حق. علاش ما قعدتش الخبرات هذيك الناس اللي تكونت على عين المكان، ما عندهم حتى تاثير ولا حتى شيء، يسجلوا لنا التوانسه، ما يقعدش ملايين ثلاث سنوات ملايين في ثلاث سنوات ماهيش مسجل لليوم. يعني كما يقولوا كبيشي اوريجينال، يعني الدال الاصلي هو المجلس، الاخر كله تبعات. واللي يحز في النفس اليوم الدعايه والتجاوزات والتعليق في غير مكانه والكذاب، كله تجاوزات ما نسكتوش عليها، لازم الحزم باش تنقص، لانه النيه نتاع المجتمع المدني كيف يركز يحب يصلح ويبني في عمليه، ولذا حقه حر ونوسعوا بالنا ونحمله النقد نتاعهم ونمشيوا نلوجوا عليه. كيف ظل حاله واحده يلزمنا نعالجوها، لانه ما هو الا مواطن وما هو الا حق من حقوق الانسان. تعرف شنو لو كان يقدم قضيه، خاطر تعرف تفتح مجال للتقاضي الامور هذه. هاو قال لك فما عقوبات حتى سجنيه. السيدي تنجم تتقاضى لهنا وطنيا وتتقاضى دوليا على انسان ما تمكنش من حقه. بالنسبه للي ما صورش صحيح. نقبلوا المجتمع المدني. سي معز بارك الله فيك والجمعيه الاخرى، وتونس يظل عندها الكونت بوفوار والسلطة المضادة هذه، هذا المكسب الحقيقي لتونس. واضح. سي جيلين. شوف أنا في الحقيقة بدون تشكيك في أنا في المجريات العامة نتاع الانتخابات، أنا نحب نعطي بعض الحوايج ملموسة. أنا رسلت بهم في دائرة سليانة الهيئة العليا للانتخابات وأعطيتهم مؤيدات في ذلك. الحاجة الأولى توا الأستاذ قال الناس اللي في الخارج ما يجيبوناش وثيقة تثبت أنهم سجلوا. برشا توانسة لما راحوا في الصيف وسجلوا عن طريق الهاتف. أي وثيقة باش يقدمها لك؟ شنو الوثيقة باش يقدمها؟ باش عن طريق الهاتف الخارج؟ نعم؟ عن طريق الهاتف الخارج؟ لا لا، فما برشا توانسة عايشين لبرا راحوا في الصيف بتليفون في تونس في الصيف، هو انتخب عام 2011، انتخب عام 2011، يروح لتونس عاود سجل يأيد يثبت التسجيل نتاعو بالتليفون في تونس. التليفون مش ممكن في الخارج. الخارج لا 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 بطريقه لا مش يسجل، يتأكد من انه مسجل يثبت او لا، يثبت تسجيل ويثبت تسجيل. لا لا الخارج مش داخل منظومة 195، مش داخل عليه. لا لا كان الدخل وقت اللي يعمل بالتليفون تونسي رقم هاتف تونسي. لا 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 لا, لا, لا. ما سجلوش بالهاتف. لا ما سجلوا في المقرات بتاعنا لهنا، تم شكون سجل من 2011 في مقرات في وعطوه كل ورقه مشى استظهر بالورقه وقالوا له لا
لا هذا هم الحالات اللي حاجتنا بهم على اي خنصبوهم هي شنو خنصبوهم انا جيت خاصه عندي مؤيد خاصه في مرسيه هذوم الحالات خنصبوهم احنا في مرسيه تقدم اذا كان ثم حالات من نوع هذا هات خنصبوهم احنا قداش عندهم اجانب شوف ليش مهم صوت التونسي عندنا احنا اذا كان ثم حالات من نوع هذا هاتوا لنا خنصبوا الوضعيات علاش نتمادوا يا اخي احنا وخرنا ما وخرناش احنا راه قلنا الخارج بالانتخابات التشريعيه هذا خيار بدات به تونس وكان خيار من اصعب الخيارات وهذا نتفق فيه الكل ممكن اعرق الديمقراطيات ما نخبطش في التشريعيات في الخارج الى حد الان قلل بدو ولكن احنا باش تمتد من جنوب افريقيا الاستراليا راهو عمليه مش رهيبه راهو على الاقل احنا تحسب لنا راهو كتونس كبلاد ان عملناه راه باش تكون فيها الاخطاء اكثر من الداخل بكثير ويلزمنا ندرسها بطريقه وهذا مسؤوليه المجلس الشعب الموجود بما في ذلك السجل هذا سجل الناخبين يلزم ربطه بالسجل المدني ويلزم تعرف سي جيلاني مشينا باش نسجلوا الناس بباسبوراتهم تعرف انا ثم 100,000 باسبور مش مصبوبين في قاعده البيانات في تونس تعرفش هذه؟ في وقت اللي كان عندنا الوقت باش نفضوا المشاكل 100,000 باسبور معطيين المواطنين التوانسه مش موجودين في سجل الناخبين يجيك مواطن باش يسجل الباسبوره تقول له نعتذر ما نجمش لأنه مش مصبوب في الداخلية وكلفنا احنا معناها لجنة من الداخلية على مال معناها مصاريف الهيئة بس سافرت لفرنسا باعتبارها فيها الكم الكبير بتاع المواطنين وحاولنا او نجمنا ان نداركوا في 30,000 جو السفر لانه الوقت قاعد يضيع تعرف ان عندنا 300 مراه بدون بطاقه تعريف وطنيه سي كمال هذا حكينا عليه حكينا عليه هذا في فتره التسجيل من المسائل راي اكتشفتها الانتخابات راهو سجل الناخبين انا راني تفجعت كيف عرفت الحقائق هذه واضح تعرف ان ثم 15 ولا 16 شخص عنده زوج بطاقات تعريف في وطنية في تونس؟ باهي سي كمال واضح واضح هذا حكينا عليه وقت اللي خصصنا نقطة حوار للمسألة التسجيل سي زهير سامحني بربي بسرعة لو تسمح سي جياني أنا وقت ضغط علي أنا عملت تقرير للهيئة العليا خاصة فيما يخص رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وقدمت حجج قبل الانتخابات ولا بعد سي لا 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 قبل الانتخابات قبل الانتخابات وقت حل باب تقديم معنا مقترحات وقت اطلعت على القائمه نتاع اعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع ولاحظت اللي ثم ناس عينوا رؤساء واعضاء مكاتب الاقتراع في دائره سليانه واللي هم ينتموا الى احزاب وقدمت فيهم قائمه مطوله مع مؤيدات سياسيه مؤيدات معناها بالقرائن دي فيديو وتصاور الى اخره ما راعني الا والهيئه الفرعيه في جهه سليانه أنها تضغط تحذيرات معناها حويجة طفيفة وغيرت الأسماء هذوكم هزتهم من مقاعد من مواقع إلى مواقع أخرى وطلبت القائمة النهائية نتاع المراكز أعضاء المراكز ورؤساء المراكز ورئيس الهيئة الفرعية في جهة سليانة رفض ذلك على كل حال وقت ذا الأمر هذيك تجاوب عليهم الكل مع بعضهم وقت ذا الأمر أني نتصل بسي شفيق صرصار بالهاتف ونطلب القائمة في وناخذ القائمة في آخر وقت الاطلاع ما إذا كان التقرير الأول أعطى أكله وما أعطاش أكله، ونلاحظ اللي تم إبقاء 70% من الأسماء اللي هي عندها انتماء سياسي واضح وأساسا لحركة النهضة واضح واضح والتقرير وقدمت التقرير الثاني نص الليل قمت غدوة ولكن ما صالحت شيء على كل حال وتبين وعملت تقرير على بعد كل حال سامحني سامحني بإمكاننا سي كمال خليهم يجاوب عليهم الكل وعملت بعض. تقرير بعد ما انتهت الانتخابات وقلت العناصر هذوما اللي كان مشكوك فيهم هامش قاموا بإجراءات فيهم اللي رئيس المركز يمشي على طاولة معناها الانتخاب ويكتب رقم قائمة حركة النهضة بجهة سليانة 20 ويتم فسخ الرقم مرتين وثلاث مرات ويعاود رئيس المركز يقوم بنفس الشيء وعملت تقرير في هذا واضحه النقطه هذه واضحه سي زهير لانه الوقت ما قعدش عندنا يضغط علينا سي زهير بعجاله حتى نعطي الكلمه للسماسر انا اعتقد انه التقييم مازال وقته بالبدا معناتها وقت التقييم مازال انا شخصيا ما نحبش نفسد على التوانسه فرحتهم بالانتخابات لا احنا راهو احنا راهو الهدف من انه نقيموا لانه باش نصلحوا للانتخابات الرئاسيه لكن التقييم العام يكون بعد باش نعطي بعض الملاحظات بسرعه احنا الانتخابات هذه اعتبرناها مصلحه وطنيه واعتبرنا انه اجراء الانتخابات في حد ذاته ونجاح تونس في اجراء الانتخابات هذه بدون مشاكل بدون كذا هي مساله مهمه جدا
رغم ان الانتخابات هذه بالنسبه لنا لم تخلو من اخلالات، واخلالات في بعض الاحيان كانت كبيره وكبيره جدا، فيها ما هو متعلق بالهيئه وفيها ما هو متعلق بالمسارب كله، لانه المسارب كله اللي صارت فيه الاخلالات، المسارب كله اللي فرض على التوانسه ارسلهم انتخب الحزب هذا ولا الحزب هذا، ما ثماش حتى حزب اخر. اللي قاعد يصير توا في الانتخابات الرئاسيه نوع من الهرسله، هذا ولا الاخر قاعد يتعاود تقريب نفس الشيء. بعض وسائل الاعلام اللي لعبت دور سلبي وتقارير الهيكاء تشهد على ذلك، يعني ان بعض وسائل الاعلام كانت منحازه لاحزاب دون احزاب اخرى. مراقبه المال، مراقبه تمويل الحمله الانتخابيه، الاليه نتاع المراقبه، احنا بالنسبه لنا حولها نقاط استفهام كبيره، اذا كنت باش تراقبها جيب لي فاتورات شنو صرفت؟ والنجم يجيب لك الفاتورات اللي انا ما تجاوزتش السقف نتاع المطلوب، ولكن اللي تصرف في الحمله الانتخابيه ومنظمات المجتمع، نعم، منظمات المجتمع المدني وغيرها تشهد اللي عشرات وعشرات المرات اللي المسموح به. يعني هو مسار كامل صارت فيه اخطاء كبيره. ان شاء الله سيماز بخليف النقاط اللي تعرضوا لها بعجاله، شنو هما النقاط الاخرين اللي تلوموا فيهم الهيئه الاخلاليه؟ نقاط اخرين هذا تو اكيد احنا راهو هذيا بدايه، لكن بعد ما تتم الانتخابات باش نعاودوا نحكي واللي بدا حد نشوفوا شنو هما اللي مشى وشنو اللي ما مشاش في الانتخابات. طبيعي طبيعي، خاطر انا شفت التقرير اللي عاد يتوق بليك خصوصا فيما يخص المنظمات الدوليه اللي اعطت تقاريرها واحده كل شيء. اول حاجه لازم الامور توضح، ما نجموش نقارنوا منظمه وطنيه أكيد خرجت 3000 واحد بمنظمه جابت 20 واحد وعملت كان 10 دوائر وتجيب تخرج، ومن بعد باش نقولوها فيما يخص المنظمات الدوليه كلمتين خفاف، بلادك بلادك راه يكذب عليك اللي يقول لك. باهي فيما يخص التجاوزات مش نرجع لحكايه الواحد على خاطر الامر واضح بالنسبه لنا نحن، فما العديد بالمئات اذا كان مش بالالاف من التوانسه. وان بليس انا هاني ولد الانتخابات من 24 مارس الى يومنا هذا، التوصيل نتاعي ما خليتوش. باهي كيف ما الناس تقول التوصيل. شنو النقاط؟ النقاط الاخرى مثلا اللي من المفروض كنا متفاهمين عليها من الاول، اللي النتائج الاوليه للانتخابات تصير بالتفصيل حسب مكاتب الاقتراع قبل فتح باب الطعون. هذا مش معناتها نحن شاكين في الهيئه، راهو مش صحيح. نحن سامبلومون عندنا خدمه يلزمنا نخدموها، وقت اللي الهيئه تخرج بالتفصيل ومن المفروض تخرجوا بالتفصيل. نحن عندنا كما نقولوا 2500 ملاحظ في 2500 بيرو، ناخذوا اكل بيفيات ونعملوا مقاربه، وقاعدين نعملوا فيها توا خاطر من البارح الهيئه بدات تخرج فيها بشوي بشوي. كنا متفاهمين يلزمها تخرج قبل فتح باب الطعون باش حتى الاطراف المعنيه تنجم تعمل حسابات. الثغره الاخرى اللي مست من شفافه المنظومه الانتخابيه في العمق، هو بالرغم من كونه كنا في اجتماع مش وحدنا بركه، معانا العديد من المنظمات المجتمع المدني المختصه في المجال، اللي ما يسيرش ابعاد الملاحظين في مراكز التجميع واحصاء النتائج اللي هو القلب النابض تاع العمليه الانتخابيه، ونبهنا عليها. علاش؟ على خاطر صارت في 2011 وقلنا ما يلزمهاش تعاود تتكرر. قال لك فعلا عمليه تركيز، زينا اختي اعطيني الثقه من زمان، عمليه تركيز واحد كذا الوقت وفاحة. قلنا يا سيدي حتى في عمليه تركيز، حتى في عمليه تركيز فما حلول اخرى، نحطوا ليكرونجيون ما تعملتش في تونس، تعملت كان في سامحني دقيقه نكمل دقيقه. لا لا قبل ما يكمل الوقت زينا تعطيك لا مش مربوط، كان عندي انا خليلك درجينا الوقت في حالات صغيره بسرعه. معناتها فيما يخص الانديساس، فما لافير ولات معناتها معروفه بكدا اللي هي نتاع المدرسه الابتدائيه نتاع نهج مارسيليا، اللي مالوريزمون كنا نتمنى عندنا الوقت نحكي لكم عليها خاطر ميناء المضحكات. باهي مسج في مناسبه اخرى. نعطيك ارقام فقط، ارقام فقط. معناتها تعليق قائمات المقترعين اللي هو قانونا المفروض 27% ما وقعش تطبيقه. نعطيك مرافق اي نعطيك بالبير ونعطيك نعطيك بالصوت. هو الوقت ما يسمحش للاسف في الغالب نختم بها هوني، خاطر انا فعلا نضحك ساعات كمجتمع مدني مش وحدنا وقت اللي يقولون جيبوا الادله مثلا في يخص استعمال المال السياسي الى اخره. باهي انا هاني قلت لك مثلا هذايا وقت هذايا المال السياسي يتنصب برضه في السكان ولا فما 27% يا معز فما 27% وقت اللي على كل حال لاباري فوتو بالنسبه للاله المصوره ممنوعه في الواحد، كيفاش نقول انا باش نجي نقول السيد بعجاله في دقيقه في دقيقه. سامحني معز لان وقت البرنامج انتهى. سامحني سامحني باش نضيف لك حاجه، ما نحب نصلح بالانتخابات الرئاسيه. جماعه روابط حمايه الثوره قاعده ناشطه وقاعده هي تعمل في الضربات الاولى بتاع العنف، تحملوا مسؤوليتكم، جايكم تقرير غدوه في الموضوع. سي كمال على كل حال سي جنيه سي كمال القائمه اللي عندك سي كمال وفينا بها
واحنا ناكد لك نتخذوا الاجراءات اللازمه قبل فوات قبل ما نوصلوا للمرحله. بالنسبه للمجلس سي زوير راهي المساله معناها الحديث كثر عليها، اما ولا واحد الى حد الان وصل باش يشدها بالملموس، ولكن هي كممارسه كرقابه راهي تخرج ياسر على يد الهيئه، لازم تدخل في وزاره الماليه. البنك المركزي باش يشوف مصادر التمويل منين هذه، الديوان اللي يحكوا على ان فلجات داخله من الحدود من المال الاجنبي، معناها جهات رقابيه اخرى غير الهيئه، الهيئه راه ممكن تكون اخر واحده في السلم الرقابي على المال السياسي، هذا المال الفاسد اللي قاعد يدخل البلاد التونسيه، وبالتالي هذا عمل باش يكون مستقبلي وباش يكون عمل كبير ياسر، وان شاء الله المجلس الشعب القادم يرسي اليات لرقابه به اكيد للحديث بقيه سي كمال اللي قاعد ممكن حسب ما واضح معناه وحسب سي كمال انا قاعد اكيد للحديث بقيه وسامحوني لانه تعسفت عليكم في الوقت لان وقت البرنامج انتهى، سامحوني اكيد باش نخصوا حصه اخرى للحديث في الموضوع هذايا. شكرا لكم ضيوفي الكرام، سي خميس قسيله القيادي في نداء تونس، شكرا لك سي جيلان الهمامي نطق رسمي باسم حزب العمال والقيادي بالجبهه الشعبيه، شكرا لك سي كمال توجاني نطق باسم الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وسامحني تعسفت عليكم سي معز براوي منظمه عتيد، سي زهير المغزاوي حركه شعب امين عام حركه شعب، سامحوني معناها تعسفت عليكم في الوقت، وقت البرنامج انتهى للاسف لكن للحديث بقيه. شكرا للهيئه العليا المستقله للانتخابات، ما ننكرش انه تقوم بمجهود كبير وكبير جدا في وقت قياسي لتامين الانتخابات، ان شاء الله نتقابلوا في عدد قادم من نقطه حوار، شكرا لكم وتصبحوا على خير.